قال الهدهد لسليمان قولا سجله القرآن قولا سجله القرآن قال الهدهد لسليمان قولا سجله القرآن قولا سجله لسليمان قولا سجله القرآن قولا سجله القرآن قال الهدهد لسليمان قولا سجله القرآن قولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، ما أنت تاريخ ذا أيتهاي كنا فربقل هي صدق بشي تبنات لبيه تبن كيجي وحين بلابن دون بإذن الله تعالى كتاب كمجي عيسى ليله ذو روح الإعراب وخلاصة القواعد وكتاب قالك شاشة ده إنه جم مقنية وكتاب قالك سيدا نرك إنه شاشة ده إنه جم مقنية أما إنه أرك إنه بإذن الله تعالى كتاب كأي نقنية وحمق عيسى اللي يده ده سيدا إنه مقطع روح الإعراب وخلاصة القواعد كتاب كان أقول إذا مق عيسى روح الإعراب هنت إنه شرحنا وح إنه جافلا مق عيسى يا إنه جافلا كتاب كمق عيسى روح المامة يا إعراب الروح ذي إنه كهضلا يو وحكروا تلماما يا إنه قواعد كخلاصة دي سيكاه الله يا أيو كتاب كان تلماما يا كتاب كان وحا مهيمة كل إنه أغانا وحيا بها وكتب تيكالين نحوها كذد وين ياي كتاب كان أنيقا عيا قري قرأ الكيسة نهرنتي بالضبط أمها يو لباب بلاد صدح بلاد أفر بلاد انتو إيقا قاتي سببت أنا بالضبط أهينين انت بلاد كتاب كان قري يي وحاوي وحكرنا شي كتاب كاني ما عاد كان مجمع البحرين أرضي دي دروس تأين أقول ديجيني عشرة دي أن أقول ديجيني إيه كلا جو ناين ودياري أي أيان مركي دم بكو فكرة كتاب هان إن أنكو سال صارنا مركا كتاب هان أي إنكو سال صارنا وأنا عشرة سيدا عن جرنا إن أرضي دو أي قادني ين وقت دير أي قادني ين كده مركي كتاب هان أنكو سال صار إسنري فورمات إن كيس إيه هبين تسي أم بن بدري أهلكو عشر كوكاها عشر مبسطة عشرنا وكاها عشر كوبن أم بن عشران تي عشرة سلك قرة أما النسك قرى أما وطيرة قرى قوة الصعدة أيان كان لغاية كل سيدة درت العشر هذا كتاب سيدة كم موقنده أنت ليلة سيو أيين أصميني أو كتاب عشر كستي أو نحوها أمر كينو لغنو وحكا نح موقندونا ليلة سيو أيا كدن بين دونا أما كحيدي دونا أرضي قلقو قياسيو فهن كيسو انت أولي أجيهاي إيا فهن كيسو انت أولي نقونا يبا سيدة أندرامي إن كتاب كان الوحيو كذا دوية هاي كتب ديك على دقة تعبير تعبيرك أي إنه عبارين إنه أما عبارة ذا هي هدف كأن أشيد إنه أيها سيد دقيق أو حيل دير أو كتاب كان إنه تصدونا بإذن الله تعالى وعقلوا كتبتي ورك قد ونانك على واحد بدن أو كم ذا وضوح الفكرة معناه هو حوي كلب قد يبدأ أتكهذا لسلاله هاي قد يبقى قرصان معها أما قد يد شرح دير أباهن معها وقد يد أرضي وهذا إيش أكون لفته أما الله معناه يبا سيدا أندريمي إنه كجرنا يانا هذا إيش أكون لفته كأنجرني إنه هذا الله معناه يو قد يد إسك واضح أو فكر بدن كقادنين وحكروا كتاب كان نكسي فربي أما أكت المامية هي سهولة المعنى معنيه سأيا سهلا أعدك استبسي سهلا أي أفهمك ريسا وحكروا كتاب كان نكت المامية هي كثرة تمارين لينسي آذي آذ أبضا أي كتاب كوكوبانيا هي أما أيالانيا كتاب كان نوحى ذنك أركي دوننا إن الليل السيادة أنت أقبضا القرآن كسوق هذا دونه تانا وحى إنه عدينا يا الليل السيادة هي آيات كتاب كجيرة آيات كوب ميبا معها كل كان نمبر واحد قرآن كأيان نمبر واحد إنه جوشرة أوليلس كأي سؤال ذا أي أمثلة ذا بأي نكسوق هذا دون نبي إذن الله تعالى وحتى سالك وقف في باب كجوازم تأكلية بقول إيه أفر إيه طبعا آيضاد وحكو دو إن يركب بذن وليمنا بقول إيه أفر إيه طبعا آيضاد أي جوازم تأكل كسوق هذا وهل باب أي بقول إيه أفر إيه طبعا آيضاد أي نحن عيان وحتى سكتوس إذا كتاب كمرك إنه نحق الله إن بذن أكمل ذا وحابان وأركي دون نابا قفكو إنه موذبا إنه نحوه بقى هين قرآن كي أكتشرو أي نركي دوننا كل كان رقم واحد وحا أمثلة ذا إيو ليلة سيادة إيو أنكو تحليرين دوننا وقرآن كا نمبر ثاني قبيق أي إنو صراع أي وحينو كو أركي دوننا لغا بقول إيه سيديد إيه لبا تنبيد أي كتاب كينا كان نحموقان دوننا أو قبي أولي منا أو شواهيد أما ليلة سنحن أي أما صلب الكتاب أو أمثلة ذا نحن أي أما إعرابتا كتابك إعراب يبا نحن عدونا بإذن الله تعالى كتاب كان المجد عيسى والروح العراب وخلاصة القواعد وحعوانك سراء نور رعصان هل قضي أيا نور رعصان أمرك أنقر ييمان المالمها كميدا أيا حصوصتي أنا قو سوق هرقيسة نحص عدا أيا عد مغلي ونفط إذا إيسا وريسين عن عد مغلي عد كاسي وعدها هي أو سكرادا مضح أيا لاذي
dhagahana waan diyaariyey dhagayso ayaan is yidhi qofkan taa haya iyo wuxuu xanuunkiisu yahay aniga oo dhagaysanaya oo dhagaysanayo isla bal codkaa taa haya dhagayso ayaan dhagtii markaan usii raariciyey umaan ka dul dhacay qofkan xanuunsanaya sakaraadkiiba inuu naxwihii yahay naxwihii oo hargeysa ku bukooday waxaa helay ugu bukoodayna waxa weeye dadkii loo nisbeynayay oo sidaad ogtihiin in badan oo ka mid ahi ay naxwihii jebinayso ama ayna xeerarkiisii ilaalinaynin naxwaha markii aan maqlay inuu xanuunsanayo uu taahayo ayaan ku dhowaaday markaasuu gabaygana igu soo dhacay samictu suraakhannaah wisiraan wajahrataan فقلت لها صبران عسى يذهب الهم سمعت صراخ الناح وسران وجهرتان فقلت له صبران عسى يذهب الهم فقالت بملء الفم ويحاك لا تقول هرقيسا سجن العراب والناس يعلموا بكيت على العراب لما رأيتها مضيعة الأركان مبناها تهدم سمعت وحن مقلي صراخ النحوي نحوها تاهي سي قيلدي سي أيان مقلي سرا سي هوس اسغا او قيليا وجهره يا سي كر ابا اسغا او قيليا waxay ka dhigantahay xaalada kala duwan ayuu taahani marayay oo marna uu hooseeyay oo waa markan dhageysanayay marna uu sareeyay oo waa markan soo dhawaaday faqultu laha waxan ku idhi lahaadan waxan dhadig uga dhignay qawaacid ahaan baynu u qiimeynayna faqultu laha waxan ku idhi qawaacidkii naxwaha sabran iska adkaysa ayaan ku idhi casa waxa xaqiiqa ah yadhhabu alhamu murugadu inay ka tagi doonto naxwaha ayaan la hadlayaayo arday ayaa soo bixi doonta si fiican kuu taqaana oo murugadan iyo sakaraadkan ku haya aad kaga bixi doontay adkaysa ayaan idhi haddii naxwa ahaan aan u qiimeynaynana faqultu lahu sabran bay noqonaysaa halkaa lahaa ihi lahu bay noqonaysaa ilaa naxwuhu waa labe faqultu lahu naxwaha waxan ku idhi sabran adkayso casaa yadhhabu alhamu waxa xaqiiqaa inuu murugadu kaa tegi doonto ereyga casaa ah af carabiga marka la isticmaalayo waxaa badan an baa daba dhacda mudaarica ka dambeeya an buu qaataa casaa an yadhhaba qur-aanka haddaad u fiirsatiin oo an baa ka dambaysa inta badan oo waxaan arkaynaa casaa an tuxibuu shay-an ama casaa an takrahuu shay-an fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu waa an taas oo kale waxaynu dareemaynaa an ayaa inta badan mudaarica gasha laakiin anigu antan ma gelinin oo casaa an yadhhaba inaan idhaabay ahayd ma ogtahay casaa yadhhabu baan idhi waayo waa la ogol yahay af carabiga in casaada anta laga tago mudaarica sida badan unbaa an lagu daraa laakiin laazim ma aha in an lagu daraa markaste kitaabka waxaa qoray abi leys asumali waa isla aniga weeyaan abi leys asumali abi leys ereyga leysihi waa aarka weeyaan ama libaaxu magacuu leeyahay weeye kolka kunyadayda ayaa ahayd abi leys inta badan kunyadaadee dadku ima yaqaaniine laqabka ayaa xoog badan abi leys asumali moxamed maxmuud caduur alkhaashiri ama khaashir sida aan dareemayno magacu asalkiisa allahu naxariistee sheekh geeriyooday oo la odhan jiray sheekh cabdulaahi sheekh maxamed sheekh daahir oo kitaabkeenna gaar ahaan dabca thaaniya la socda oo aan kaga warramay sheekha ayaa magacan ii bixiyey ama naanaystan khaashica isaga ayaa ii bixiyey markii ka horreysa intuuna naanaysta ii bixinin bislaad nin sheekh siraaj la odhan jiray ayaa magaca bislaada ii bixiyey bislaadkaa ayaan maalin weydiiyo oon idhi sheekh magacan adi tidhaaya bislaada maxaad uga jeedaa markaa wuxuu igu yidhi aabbahaana caduur buu ahaa oo caduurtu warshaygu markuuna bislaanin midhuhu markayna weli bislaanin ee ay laakiin bislaadka ku dhow yihiin ayaa caduur la yidhaahdaa adiguna bislaad baa tahay oo midhihii oo bislaaday baa tahay buu igu yidhi markaasuu isla sheekha allahu naxariistee sheekh maxamed sheekh daahir sheekh cabdilaahi sheekh maxamed sheekh daahir ayaa allahu naxariistee ayaa sidii isagoo hadalkii ka duulaya ayaa yidhi khaashir kolkaa magacani horta halkaa ayuu ka baxay markii dambena tadawur buu sameeyey halkuu khaashici ka ahaa khaashicii buu noqday ana gabayaagayga inta badan khaashici hal gabay ayaan magaca khaashici ah ee yada wata hal gabay ayaan isticmaalay oo la yidhaah fahada suraakhu lkhaashiciyi alasmacu gabaygaa suraakhu lkhaashiciyi ah ayaan isticmaalay laakiin magacu saxdiisa hore khaashic ayuu ahaa ilahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu watacaala inuu inaga dhigo dadka isaga dartii u khushuuca ayaan ilahay ka baryaynaa haddaba kitaabkeenani muqadimo ayuu leeyahay muqadimada ayaynu ka bilaabi doonaa biidni illaahi tacaala muqadimatu lkitaab waa kitaabka muqadimadiisii alxamdu mahadilillaahi ilaahay ayay u sugnaatay alladii allaha axyaa nooleeyey culuuma alcarabiya culuumta carabiga oo fa aynacad ay bislaatay bacdad mixlaaliha intay tirtirantay kadib wa rafaca allaha kor u qaaday darajaati man kuwii darajooyinkooga
قصد أسوق استي نحوها حقيقة ونحوها حقيسة هي عربية حقيسة وخفضها صلى جي الذين كوا ضيعوا ضيعي أو تركوا كتجي تعلمها إني عربية برتان وأعيا ولي من الداليين فهم المائلين كوا كل أحد فيها النذو ذا عن دركها إني إياها برتان فرجعت فهم هي فهم كي أيا صلى عبطي بكلالها إياها دالن أي لا صلى عبطي كما أحمده سيدان إلهي أقوم هذا نغيو وأعبده إلهي سيدان أعبد أيو وأستعين به سيدان إلهي أكاشان أيو لعصام الأمور أمور تواوين وعضالها هي أمور مشكلة دي لحل كري وآيي وأشهد وحك لنقريا أن لا إله إلا حق لقو عابدا إن نجر إلا الله إلهي موية وحده كليدي لا شريك له إصغى عدل بربر لقا إني نجر أما شريك أيه شهادة شهادة إيا مرخاتي أيان إلهي أقريا وافية لما يستريس بحصول درجات درجوين آخر إن أنهلو وظلالها شهادة هدكيقنا واضية أي كرد أوليس قفك أصاحبك من حلول الدركات جران جرادة نارتا إنو كهوبتو وأهوالها إلى لباتو إنك نارها با وأشهد وحكا لنقريا أن محمد النبي محمد عبده إلهي أدون كيسي إنو يهي والرسوله إلهي رسول كيسي إنو يهي الذي كاسو نور الله إلهي وكن نوريي به إساق القلوب قلوبتا بعد ضلالها انت إبادة أهيد كذب وأسمع به وكن مقشيي وقر الآذان لقاها عليس كوغي ووجل به وكن سفيي رين القلوب قلب قدح الكيسي بسقالها إياذا نذافة دي أيو إلهي كن نوريي صلى الله الله أن حرست عليه دشيسا وعلى آله آل كيسبا وصحبه إي أصحاب كيسبا وهو صلما الله أن بدقليه صلاة صلاة لا قاطعة وحكا لا جرى لاتصالها حدود كيغا أونا أوهان حمد الذي كتابك وي هي مقدمة ذيني كتابك هذا باب مقدمة ذا كتابك وحل لو باهي هي قف وهدو يهي قف عربي قران أي أمل لقوية أما دي قران أي صنيعة علماء أو قف إلى هي بلاغة برأي هدو يهي وحلقو قيمية حمد الذي سني فنق أو بلاغة يهيني كترجميسو مثلا كلك أو فنق عربي هي واحد رميسا الحمد لله الذي أحيا علوم العربية عربي كتاب كانينو عربي هيبا دوغاني سأدون قده سأرق أدون عوانكي سأرق ورفع درجات من قصد نحوها رفع وعلم قير رفعها كهذا هذا نوحي نوغتشيدنا كروقاتك من قصد نحوها نحوه وحي تلمامي وعلم قير علم نحوها كهذا وخفض الذين خاصبوا أولي كوا ضيعوا ضيعي أو تركوا تعلمها خفض وحي كارلغانتهاي أو براعة الاستهلال وحلي لا بيكون جرا صدح براعة أياجرا براعة الاستهلال مثل لا يوت الماميسا حمد الله هذا إني كترجمة يسوى حاتك ورمي دانته قفك خطيبك من بركة فوشان مركو أم الله هذا ليه حمد الله وإني خطبة أردن أتكسي آخر ستها هذه أصون كهذا ليه وإني لا الحمد لله الذي أمرنا بالصيام هدو حجك هذا ليه وإنو إلى الحمد لله الذي أوجب علينا حج بيته الحرام هدو الزكاك هذا ليه إريادي الزكاة وإنو ماشاك صدرا هدو حارانك هذا ليه إريادي حارانتا وإنو كصدرا هدو فقهك هذا ليه وإنو إريادي فقهك هذا ليه كصدرا أو سيدة دريم سمرك النبي كصلي يا صلى الله عليه وسلم وإنو إلى هذا صلى الله على من قال خيركم أين على من قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين او كلمه مثلا كل كاريدي حديث كفقه تلماميه وانه كسودرا هذا حديث كهدليا وانه يراها ايه القران كايدو كلمه كسودرا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما اتاكم الرسول او كلمه وحديثك هذا تفسير كهدليا او كلمه وانه خطبتيسا كسودرا ايه القران كايدو رب لها وحن كوغو سودجيني لتبين للناس ما نزل اليهم لتبين للناس ما نزل إليهم هذه أرض يقول فربرشات كلها هذا يسدو يين لقد قرنها وين القراءة كصادرت سيدا إياك تابا ضئيو وين كصابرت الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان كل كأيق وحوي وحذر كيسا علم جيبت مركات يمين يسا علم جيبت كهاد ليسا قراءة هنا اقرأ باسم ربك الذي خلق أكله محانك إلى هذا كتابة كهاد ليسا نون والقلم أكله قلم كي قلم كي أكله وين كورنتا هذه أتكهد ليس كل بموضوع أتكهد ليس وإناد كلمة ذهن أتكوب لا ليس أيهين كلمة ذك ترجمية كل كان مقدمة ذي نسيدا إنه أرك إنه عربي بكتير أو براعة الاستهلال رفعه بكتير خفضه بكتير نحوه بكتير أما بعد أنت كذب سببها يقولك اللي في كتابك إن عن قراه أيان هلك كسر أوروبي أما بعد أنت كذب فإني أنا أقول لما رأيت مرك أنا أركي حاجة طلاب العربية أرديد عربي قبرنا يسباهدا أقبان إلى فهم اللغة اللقدة إلى فهمان تزداد يدو كرب ليس يوما بعد يوم مالين بمالين تكتسي دم بيسو باهيدي أي كسي بضان أيسو سببت باهيدا كان ستين ولقلة حذاقه رق آذي آل أقون أقول أبو كليه أو يراضي في بلادنا ودن ندين
wadankeenin rag aqoon badan u leh ayaa ku yaraaday wa ihmaalihi iyo isagoo la dayacay lada bacdi asaatidati alcarabiya ragga luqa alcarabiya aqoonta u leh ayaa ustaadada luqa alcarabiya dhiga qaar ka midana agtoodii way ku yaraatayba casamtu waxaan go'aansaday markaa an ashudda inaan adkeeyo mi'sari guntiga inaan adkaysto ama dhexxidhka iyo suunka inaan adkaysto litaliifi khulaasatin khulaaso anigoo alifaya khulaasada oo fii cilmi naxwi cilmiga naxwaha ku sugan khulaasada oo kaafiyatin ku filaanaysa man axkamahaa ninka suga khulaasadani way ku filaanaysaa ninka suga wallaahi ilaahay uun baanan arjuu ka rajaynaya an yanfaca bihaa inuu ku anfaco adullaaba ardayda inuu ku anfaco wa an yajcalahaa inuu uga dhigo khaalisatan mid khaalis u ah liwajhi lkariim wejigiisa sharafta leh innahu ilaahay waliyu daalika arrinkaa ka u weliga a weeyi walqaadiru calayhi ka karaya ee awoodda u lena ilaahay weeyi subxaanahu wa tacaala waxaa igu kallifay kitaabka inaan qoro baahida badan ee ardaydu ay u qabaan sababta baahida keensatayna waa laba sababoodoo raggii aqoonta u lahaa oo dee saaxadaba ku yaraaday iyo hadday jiraan iyagiyo fannigan himaaliyey oo dee sidaad garanaysa sidii loo baahnaa aan u akhriyaynin ama ardaydii loo baahnaa aan soo saaraynin sidaa darteed waxaa soo baxay meel kasta haddaad eegto cashir kasta haddaad eegto oo la dhigayo oo sheekh uu dhigayo ama cid kale ay dhigayso akhdaa sidaad kaga weyda ayaa yar haddaad eegtid xadiidka iminka akhdaa badan oo jirta ayaa jira oonan jeclayn runtii inaan halkan ka soo gudbiyo haddaad eegtiin tafsiirka akhdaa badan oo waxaa jira runtii laga galo oo sida aad dareemaysid dee loo gelayo ood arkaysid aayado idil oo sida loo macnaynaya sidii loo baahnaaba ayna ahayn iminka waxaad arkaysaa bal aayaddan qur-aanka oo kale u fiirsada tafsiiradeenna waddanka yaalla walaa tacdu caynaaka oo kale haddaad u fiirsatiin culimmadu markay macnaynayaan waxay odhanayaan indhaha ha gudbinina oo kale waxayna ahayd sidaa in lagu macneeyo maahayn waayo indhuhu maaha mafcuul waa faacil aayaddaa markay ku jiraan indhuhu yayna gudbin bay ahayd oo iyagaa faacila walaa tacdu caynaaka waa tafaasiirteennan iminka waddanka taalla بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد إن ما أنت تاريخ ذا أيتهاي كنا فربغلح يصدنك بشي طبنات لبي يتبنك يجي وحين بالله بندونا بإذن الله تعالى كتابك مجي عيسى ليله ذو روح الإعراب وخلاصة القواعد وكتاب قالك شاشة دا إنو غمو قنية وكتاب قالك سيدا نرك إنو شاشة دا إنو غمو قنية أما إنو أرك إنو بإذن الله تعالى كتاب قا أيو نغنية وحمق عيسي اللي يلاه دا سيدا إنو مغتا روح الإعراب وخلاصة القواعد كتاب كان أولي إلا مق عيسي روح الإعراب هنت إنا إنو شرحنا وحا إنا غفلا مق عيسي إنا غفلا kitaabka magaciisu wuxuu tilmaamayaa icraabta ruuxdeedii inuu ka hadlayo waxaa kaloo tilmaamayaa inuu qawaacidka khulaasadiisii ka hadlayo ayuu kitaabkani tilmaamayaa kitaabkan waxaa muhiima kolley inaynu ogaano waxyaabaha uu kutubtii kale naxwaha kaga duwan yahay kitaabkan aniga ayaa qoray qoraalkiisana runtii bidabdi uma hayo laba bilood saddex bilood afar bilood intuu iga qaatay sababta aanan bidabdi u haynin inta bilood ee kitaabkan qorayay waxa weeye wuxuu ka dhashay kitaabkani macadkan majmac albaxrayn ardaydii duruusta aynu ugu dhigaynay cashiradii aan u dhigaynay ee kala googo'naayeen u diyaariyey ayaan markii dambe ku fikiray kitaab ahaan inaan ku soo saarno markaa kitaab ahaan ayaynu ku soo saarnay waana cashiro sida aan garanayna ardaydu ay qaadanayeen wakhti dheer ay qaadanayeen kadib markii kitaab ahaan aan ku soo saaraysnidhi formatinkiisii iyo habayntiisii un baan bedelay oo halkuu cashirku ka ahaa cashir mubasad ah cashirna uu ka ahaa cashir kooban unbaan cashiraantii cashiro silki qura ama naski qura ama watiiro qura ku wada socda ayaan ka dhigay kolkaas sidaa darteed cashirada kitaabka sida ka muuqan doonta laylisiyo ayaynu u samaynay oo kitaabka cashir kaste oo naxwaha ah markaynu dhigno waxa ka dhex muuqan doona laylisiyo ayaa ka dambayn doona ama ku xigi doona ardayga lagu qiyaasayo fahankiisu inta uu la-eg yahay iyo fahankiisu inta uu noqonayaba sida aan dareemayna kitaabkeenani wuxuu kaga duwan yahay kutubtii kale diqatu tacbiir tacbiirka aynu cibaaraynayno ama cibaarada iyo hadafka aan u jeedno ayaa si daqiiq ah oo xeel dheer uu kitaabkani inoo tusin doonaa biidni illaahi tacaala waxaa kaloo kutubtii hore kaga duwanaan karaa wax badan oo ka mida wuduuxulfikra wuduuxulfikra macnaheegu waxa weeye kolba qadiyadda aad ka hadalis leedahay qadiyad qarsoon ma aha ama qadiyad sharax dheer u baahan ma aha waa qadiyad ardaygu hadduu isha ku dhufto ama loo macneeyaba sida aan dareemayno ka garanayaana hadduu isha ku dhufto ka aan garanayna haddii loo macneeyo qadiyad iska waadixa oon fikir badan ka qaadanaynin
وحكروا كتاب كين اللي كسفوا بي أما أكت المامية هي سهولة المعنى معنيه سأيا سهلا أعدك استبسي سهلا أي أفهم كريسا وحكروا كتاب كين اللي كت المامية هي كثرة التمارين ليل سيادي يا آد أبضا أي كتاب كوكو بني هي أما أويا لنيا كتاب كين اللي وحاذ كأرك دونا إن ليل سيادة إنت أقب بضا القرآن كسوق آدم دونا تانا وحا إنو عدينا يا ليل سيادة إيا آيات كتاب كوكو آيات كوب ميضا معها كو كان نمبر واحد قرآن كأيان نمبر واحد إنه قتير أوليلس كأي سؤال ذا إيا أمثلة ذا أي نكسو قادن دونا بإذن الله تعالى وحتو سالك وقف الانباب كجوازم تأوكلية بقول إيا أفر إيا طبان آيضاد وحكو دردو إن يركب ذن وليونا بقول إيا أفر إيا طبان آيضاد أي الجوازم تأوكلة كسو قادن وهل باب أي بقول إيا أفر إيا طبان آيضاد أي نحن عيان وحي تاسي كتوسي سا كتاب كمركا إنو نحق الله إن بضان أوكم إذا وحابان أو أركي دونا با قفكو إنو موذبا إنو ونن نحو بقى هاي القرآن كي وكتشروا أيا نرك دونا كل كان رقم واحد وحا أمثلة ذا إيو ليلة سيادة إيو أن كنت حليرين دونا وقرآن كا نمبر ثاني قبل قايا إنو صراع إيا وحين كو أرك دونا لغا بقول إيا سيديد إيا لبا تنبيد أيا كتاب كينا كان نحمو قان دونا أو قبل أول منا أو شواهد أما ليلة سنحنا عيا أما صلب الكتاب أو أمثلة ذا نحنا عيا أما إعرارتا كتابك الله إعرابا يبا نحن عدونا بإذن الله تعالى كتاب كان المقعيسة والروح والعراب وخلاصة القواعد وحعوانك سراء نور رعصان هل قبي أيا نور رعصان أمركي أنقري يمال المالمها كميدا أيا حصوصتي أنا أقول سوق هرقيسة نحس عدا أيا عد مغلي ونفط إذا إيسا وريسين عن عد مغلي عد كاسي وعدها هي أوسا كرادة مضح أيا لالذي لقيها نوان دياري لقيسة أيا نسريقف كانتها هي يوحو حنوكي سيهي aniga oo dhageysanayo oo dhageysanayo isla bal codka taa haya dhageyso ayaan dhagti markaan u sii raariciyay u man ka dul dhacay qofkan xanuunsanaya sakaraadkiiba inuu naxwihii yahay naxwihii hargeysa ku bukooday waxa helay ugu bukoodayna waxa way dadkii loo nisbeeyay oo sida sidaad ogtihiin in badan oo kamid ay naxwihii jabinayso ama ayna xeerarkiisa ilaalinaynin naxwaha markii aan maqlay inuu xanuunsanayo oo taa hayo ayaa ku dhawaaday markaas uu gabaygan igu soo dhacay سمعت صراخ النحو سرا وجهرة فقلت لها صبرا عسى يذهب الهم سمعت صراخ النحو سرا وجهرة فقلت له صبرا عسى يذهب الهم فقالت بملء الفم ويحاك لا تقول هرقيسا سجن العراب والناس يعلموا بكيت على العراب لما رأيتها مضيعة الأركان مبناها تهدم سمعت واحد مقلي صراخ النحوي نحوها تاهي سي قيلدي سي أيان مقلي سرا سي هوس اسغا او قيليا وجهره يا سي كر ابا اسغا او قيليا waxay ka dhigan tahay xaalada kala duwan ayuu taahani marayay oo marna uu hooseeyay oo waa markan dhageysanayay marna uu sareeyay oo waa markan soo dhawaaday faqultu laha waxan ku iri lahaadan waxan dhadig uga dhignay qawaacid ahaan baynu u qiimeynayna faqultu laha waxan ku iri qawaacidkii naxwaha sabran iska adkaysa ayaan ku iri asa waxa xaqiiqa yadhabul ham murugadu in ka tagi doonto naxwaha ayaan la hadlayaayo arday ayaa soo bixi doonta si fiican ku qaana oo murugadan iyo sakaraadkan ku hayaa ad kaga bixi doontay adkaysa ayaan idhi hadii naxwa ahaan aanu qiimeynaynana faqultu lahu sabran bay noqonaysa halka lahaa ihi lahu bay noqonaysa ilaa naxwuhu waa labe faqultu lahu naxwaha waxaan ku idhi sabran adkayso casaa yadhabul hamu waxa xaqiiqaa inuu murugadu ka tagi doonto ereyga casaa af carabiga marka la isticmaalayo waxa badan anbaa daba dhacda mudaarica ka dambeeya anbuu qaataa casaa an yadhaba qur'aanka haddaad u fiirsatiin oo anbaa ka dambaysa inta badan waxaan arkaynaa casaa أن تحبوا شيئا أما عسى أن تكرهوا شيئا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا وأن تأسوك له وحي ندرمينا أن أيا أنت بضن مضارع عقاشا لكن أنا أنت المجلنين وعسى أن يذهب إنا نرابع أهيد مغوكتهاي عسى يذهبوا باندي وهي والي أقولي أهي أف عربيك إن عسى هذا أنت لقتك مضارع سيدا بضن با أن لقدرا لكن لازم ما أها إن أن لقدرا مركزته كتابك وحا قري أبي ليث السومالي وإسلاء نقويان أبي ليث السومالي أبي ليث إرق الليث هو آرك ويان أما لباح ومقع وليه هي ويهي كلك كنيضة إذا عيا هيد أبي ليث إنت بضن كنيضة ديدك يمي يقانين لقبك أيا حوق بضن أبي ليث السومالي محمد محمود عدور الخاشغي أما خاشغ
sida aan dareemayno magacu asalkiisa allah u naxariistay sheekh geeriyooday oo la odhan jiray sheekh cabdullaahi sheekh maxamed sheekh daahir oo kitaabkeenna gaar ahaan dabca thaaniya la socda oo aan kaga warramay sheekha ayaa magacan ii bixiyey ama naanaystan khaashica isaga ayaa ii bixiyey markii ka horreysa intuuna naanaysta ii bixinin bislaad nin sheekh siraaj la odhan jiray ayaa magaca bislaada ii bixiyey bislaadka ayaan maalin weydiiyo ihi sheekh magacan adi tidhaaya bislaada maxaad uga jeedaa markaa wuxuu igu yidhi aabbahaana caduur buu ahaa oo caduurtu waa shaygu markuuna bislaanin midhuhu markaynab weli bislaanin ee ay laakiin bislaadka ku dhow yihiin ayaa caduur la yidhaahdaa adiguna bislaad baa tahay oo midhihii oo bislaaday baa tahay buu igu yidhi markaasuu isla sheekha allah naxariistay sheekh maxamed sheekh daahir sheekh cabdillaahi sheekh maxamed sheekh daahir ayaa allah naxariistay ayaa sidii isagoo hadalkii ka duulaya ayaa yidhi khaashir kolkaa magacani horta halkaa ayuu ka baxay markii dambena tadawur buu sameeyey oo halkuu khaashici ka ahaa khaashici buu noqday ana gabayaagayga inta badan khaashici hal gabay ayaan magaca khaashici eeyada wata hal gabay ayaan isticmaalay oo la yidhaa fahada suraakhu lkhaashiciyi alasmacu gabaygaa suraakhu lkhaashiciyi ayaan isticmaalay laakiin magacu saxdiisa hore khaashic ayuu ahaa ilahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu inaga dhigo dadka isaga dartii u khushuuca ayaan ilaahay ka baryaynaa haddaba kitaabkeenani muqadimo ayuu leeyahay muqadimada ayaynu ka bilaabi doonaa biidni illaahi tacaala muqadimatu lkitaab waa kitaabka muqadimadiisii alxamdu mahadilillaahi ilaahay ayay u sugnaatay alladii allaha axyaa nooleeyey culuuma alcarabiya culuumta carabiga oo fa aynacad ay bislaatay bacdad mixlaaliha intay tirtirantay kadib wa rafaca allaha kor u qaaday darajaati man kuwii darajooyinkooga qasada usoo qastay naxwaha xaggeega waa naxwaha xaggiisa iyo carabiga xaggiisa wakhafada hoos u dhigay alladiina kuwa dayacuu dayacay oo watarakuu ka tegay tacallumaha inay carabiga bartaan wa acyaa welibana daaliyey fuhuuma almaa'iliin kuwa ka leexday fahanadooda candarki ah inay iyada bartaan fa rajacad fuhuumtii iyo fahankii ayaa soo laabtay bikalaaliha iyadoo daalan ayay la soo laabatay kamaa axmaduhu sidaan ilaahay ugu mahadnaqayo wa acbuduhu ilaahay sidaan u caabudayo wa astaciinu bihi sidaan ilaahay u kaashanayo licisaami alumuuri umuurta waaweyn wa cidaaliha iyo umuurta mushkilada eedee la xallin kari waayey wa ashhadu waxaa kaloon qiraya an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa inuuna jirin ila allaahu ilaahay mooye waxdahu kelidii laa shariika lahu isaga cid la barbar dhigaa inayna jirin ama shariik u ihi shahaadatan shahaado iyo markhaati ayaan ilaahay u qiraya waafiyatan dhammaystiraysa bixusuuli darajaati darajooyin aakhiro inaan helo wa dilaaluhaa shahaadada hadhkeeguna waaqiyatun ay ka dhowrayso qofka u saaxiibka ah min xuluuli darakaad jaranjarada naarta inuu ku hoobto wa ahwaaliha iyo dhibaatooyinkee naarahaba wa ashhadu waxaa kaloon qiraya anna muxammadan nebi maxamed cabduhu ilaahay addoonkiisii inuu yahay wa rasuuluhu ilaahay rasuulkiisii inuu yahay alladii kaasoo nawara allaahu ilaahay uu ku nuuriyey bihi isaga alquluuba quluubta bacda dalaaliha intay baadida ahayd kadib wa asmaca bihi uu ku maqashiyey waqra alaadaan dhagaha culayskoogii oo wajalaa bihi uu ku sifeeyey rayn alquluub qalbiga dhexalkiisii bisiqaaliha iyada nadaafaddeedii ayuu ilaahay ku nuuriyey sala allahu allaha u naxariisto calayhi dushiisa wa calaa aalihi iyo aalkiisaba wa saxbihi iyo asxaabtiisaba oo wasallama allaha u nabadgeliyo salaatan salaad laa qaadica wax kala jara litisaaliha xidhiidhkeega uuna u ahaan xamdaladii kitaabka weyn iyo muqadimadeynii kitaabka haddaba muqadimada kitaabka waxaa loo baahan yahay qofku hadduu yahay qof carabiga garanaya ama luqawiya ama dee garanaya saniica culimada oo qof ilaahay balaaqo baray hadduu yahay waxaa lagu qiimeeyaa xamdaladiisani fanniga uu bilaabayo inay ka tarjumayso maalan kolkaa uu fannigani carabi yahay waxaad odhanaysaa alxamdu lilaahi aladii axyaa culuuma alcarabiya carabigii kitaabkan inuu carabi yahay baad ogaanaysaa adoon gudihiisa arag adoon cunwaankiisa arag wa rafaca darajaati man qasada naxwaha rafaca waa cilmigii rafcaha ka hadlayay haddana waxaynu uga jeednaa koruqaadkii man qasada naxwaha naxwuhu waxa uu tilmaamayaa waa cilmigii cilmi naxwaha ka hadlayay wa khafada aladiina hoos buu u dhigay kuwa dayacuu dayacay oo watarakuu tacallumaha khafada waxay ka dhigan tahay oo baraacatu listihlaal wax la yidhaha baa ku jira saddex baraaco ayaa jira baraacatu listihlaal mid la yidhaahay oo tilmaamaysa xamdaladaadu inay ka turjumayso waxa aad ka warrami doonto qofka khadiibka ah ee minbarka fuushani markuu ummadda la hadlayo xamdaladu waa inay khudbadda oo dhan aad ka sii akhrisataa haddii uu soon ka hadlayo waa inuu yidhaha alxamdu lilaahi aladii amaranaa bisiyaam hadduu xaj ka hadlayo waa inuu yidhaha alxamdu lilaahi aladii awjaba calayna xaja baytihi alxaraam hadduu zake ka hadlayo ereyadii zakada waa inuu meesha ku soo daraa hadduu xaaraan ka hadlayo ereyadii xaaraanta waa inuu ka soo daraa hadduu fiqhi ka hadlayo waa inuu ereyadii fiqhiga ka hadlayay ku soo daraa dee sidaa dareemayso markuu nebiga ku salliyayo sala allahu calayhi wasalam waa inuu yidhahdaa sala allahu calaa man qaala khayrukum calaa man qaala
من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين او كلمه مثلا كل كاريدي حديث كفقه تلماميه وانه كسودرا هذا حديث كهدليه وانه يريد هذا ايه القران كايدو كلمه كسودرا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما اتاكم الرسول وكله وحديثك هذا تفسير كهدليه وكله وانه خطبتيسه كسودرا ايه القران كايدو رب لها وحن كوغو سودجيني لتبين للناس ما نزل اليهم لتبين للناس ما نزل اليهم هذه ارض يغفر برشات كلها هذ ليس دو ياين لو قد غرانيا وين القراءه كسودرتا سيده اي كتابه ايو وين كسوبرتا الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان كل كايغ وحا وي وحا اركيسا علمي كي باد مركا قيمينيسا علمي كي باد كحدليسا قراءتنا اقرا باسم ربك الذي خلق او كله ان مخان كو يراهدا هاد كتابدي كحدليسا نون والقلم او كله قلم كي قلم كي او كله وا اناد كورنتا هدي اد كحدليسا كل بموضوع اد كحدليسا وا اناد كلمدهن اد كو بلاابيسا اي هين كلمده كترجميه كل كان مقدمتنا سدا اينو اركينو عربي كي با كو جيره او براعه الاستهلال رفعي با كو جيره خفضه با كو جيره نحوي با كو جيره أما بعد أنت كذب سببها يقولك اللي في كتابك إن عن قراء أيان هلك كسر أوروبي أما بعد أنت كذب فإني أنا يقول لما رأيت مركا أركي حاجة طلاب العربية أرضي العربي جبران يسباه إذا أقبان إلى فهم اللغة لقد إن يفهمان تزداد إياه ذكر ليس يوما بعد يوم مالين بمالين تكتسي دم بيسو باهدي أي كسي بدن يسو سببت باهدا كان ستين ولقلة حداقه رج آذي آل أقوم أقول أبو كليه أو يراضي في بلادنا ودندين ودن كان رج أقوم بدن أولى أياكو يراضي وإهماله يسقوا للضيعي لدى بعض أساتذة العربية رج اللغة العربية أقوم تقول أي أستاذ اللغة العربية لقى قار كم إذا أكتو ذي ويكو يراطيبا عزمت وحنا جو أنصر ذي مركا أن أشد إنا أتكيو ميزري جنتي إنا أتكيستو أما نحك يسون كإنا أتكيستو لتأليف خلاصة خلاصة أنا جو ألفية خلاصة أو في علم النحو علم النحوها كسران خلاصة أو كافية كف الله نيسا من أحكمها نمك السجى خلاصة نوي كسر ويكف الله نيسا نمك السجى والله إلهي أم بان أرجو كرجيني أن ينفع بها إنه كأنفعه الطلاب أرضي ذا إنه كأنفعه وأن يجعلها إنه أجرده خالصة من خالص أؤ لوجهه الكريم وجهي شرفت له إنه إلهي ولي ذلك أرنكاك أولي أوي والقادر عليه ككري أود أولنا إلهي وي سبحانه وتعالى waxa igu kalifay kitaabka inaan qoro baahida badan ee ardaydu ay u qabaan sababta baahida keensatayna waa laba sababood oo ragii aqoonta u lahaa oo deesa xadaba ku yaraaday iyo haday jiraan iyagoo fanigan himaaliyay oo de sidaad garanaysa sidii loo baahna aan u akhriyeynin ama ardaydi loo baahna aan soo saareynin sida darteed waxa soo baxay meel kasta hadaad eegto cashir kasta hadaad eegto oo la dhigayo oo sheekh u dhigaya ama cid kale ay dhigayso aqdaas sidaad kaga weeydo ayaa yar هذا يكتب حديثك إمك أخطأ بدن وشرت أيات شرا أنش على رنتين أن هالكن كسوق جذبيه هذا يكتب تفسيرك أخطأ بدن أو حد شرا رنتين لقى جلا أو سيد أدريم يسيد ده الله جل يود أرك يسيد آية ذا إذ الله سيد الله معنينا يا سيد الله بهنا بأينا أهين إمك حضرك يسأب الآية ذا القرآن كوك لو في رصد تفسير ذي اللي ودك يا له ولا تعد عيناك أوك له هذا في رصتين علم ذم مركي معنينا يان وحيرنا ينده جذبينا أوك له waxayna ahay sida in lagu macneeyo ma ahay waayo indhuhu ma aha mafcuul waa faa'il aayada markay ku jiraan indhuhu yeyna gudbin bay ahaydo iyaga faa'ila walaa tacadu caynaaka waa tafasiirteena in imika wadanka taala culimadu macneeynayaan kolka wax xogaa yar sida aan dareemayno akhdaa badan oo noocaas oo kala oo xagga tafsiir kale oo xagga xadiis kale oo xagga fiqhi kale oo xagga maqsuudka guud leh oo xagga maqsuudka guud iyo muhiimadda laga leeyahay cashir kale oo iska badan ayaa jirta oo runtii in haysata sida darteed waxa laga yaabaa ardayga hadii base-ka laga dhigo laga soo dhisay base-ka hoose hadii laga soo dhiso inuu wax uga ardaygaasi noqdo nin wax fahma laakiin hadaan base-ka laga dhisin taa ardaygii waxa weeyaan sidaas uu isna ku sheekhoobaya kolka sida darteed waxaan jeclaystay ardayda in base-ka laga dhigo laga dhiso kitaab dariiqadii maxaan ku jiraa labadii dariiqo koobsanaya طريقه المتقدمين او قواعد كيله سيده اجرومي يا عمري دغي ايو طريقه المتاخرين اسمها طريقه انا كصونيا او ليلسيدي له او كتاب لبدي طريق بلا جان قاديه اما لبدي دربه كعبيا ايان اسكو ديهي او اسوافجينيا لبدي قولو او كقاعده دونيا قاعدتي او كهليو كدونيا ليلسيه بدن او لا شقيانا ليلسيدي بدني او كهليو لبدا دربه كتاب كوبسدي ايان جعليستي ان ان كدغنو ربي و انه وافجيه اسغا ايا ما حد له كتاب كينن ان اينو سو سارنا اما اينو قرنو
المبادئ العشرة وحلقة مارمان كتاب كمرك القرية وحلقة المبادئ العشرة إن أرضيها لو شرحها ما دي سيدان قرانا إنه أفهمه مبادئ العشرة ما هم معنيه ونحوها أمباله فمي كستي الله برانا يا مبادئ العشرة بايلة هذا حساب برانا يسو انت هذا برانين حسابته مبادئ العشرة وين هذا قانو يالتا هذا نحو برانا يسو مبادئ العشرة وين هذا قرانا يسو هذا صرف برانا يسو مبادئ العشرة وين هذا برانا يسو هذا تفسير برانا يسو مبادئ العشرة لتفسير وين هذا برانا يسو هذا حديث أما فقه برانا يسو مبادئ العشرة وين هذا قرانا يسو علماء واحد إسلقرتين وحلي لا المبادئ العشرة وانت هنفني قال ليح جلين أرض يقولون برتو لقمة مارمان إذا يتعي هذا نقوله يمكن شأن عذاها دجا وحي أي قانى مبادئ العشرة علماء ديني هو رأي أي قانى هذا نشأن عذاها وحلو أي قانى توصيف المساق وحنا يلهدين توصيف المسار أو كلام توصيف المساق أو كلام أي يلهدين وي أرض دجا أنت أونا شأن عذا أن لا بالعدين أستاذ كان من محاضرين كوجد سو جد بينا يا وإنه سيع عشرة كور بحنا يا موضوع وقاضنا يورني وحي كسب سنين تاس أيال لقى مارمان نقول إيسا كل جوا إسلاء المبادئ العشرة وحي لورنجري أموي مبادئ العشرة واتمان غضب وفنجة أدبرنا إيسا تعريف كيسة تعريف كفنجة أدبرنا إيسا وين تقعنا سببت تعريف قال لوجو بهني وحوي علمي بقى الله ماي أرضي بقى تايو علمي بقى دوري سين أدبرتي علمي كان أدبرنا إيسا كتاب كان كتيرة ووح كامقان مثلا هذا هذا أرضي الناس قالوا ويرد هذا ألعاب دبده يسوق إيجا سالون تاي أنيروان كل دورينه وطقاقضون محد رادين دونتا مساعد بدر رادين موبايل بدر رادين ضدك محد ويدين هذا كتاب كان أدبر إسلام هذا نحج شدون وعلمي بقى كعلم ماي واحد برا نسوا محي مجرني سيد واحد برني سيد وحبي هاي كل كأنت هذا فني نحج لي وأنا ترى هذا هرت فني جهل كان أنكو برا نيا وامحي وين ديس ويديسو كل كواين أدلس عنكر تعشي خاجني هدو كبيرة وحي أدبرني سيد أو فني كله وكوجو بيرة إنه فني كبر حي وين أدلس عنكر تا فنجي إنه كبحي إيه إنه كبحي وين الله سبحانه كرتا وحلي لهذا تعريف كفنجة وين أتقرن يسوع نحو إنه برنا ناي نحو وام حي لبا تعريف بيالني مثل قضاء يمد استلاحة تعريف كهرت وين أبرنا وقذب ككوبات قذب كلبات فائدة فنجة أتقرن يسوع أولي يهوا محي محد كفائدة يسوع فنجة وقت باك أجب حيا هنتي بالجا يا بيني كأجب حي يسوع ده وحبذا باك أذكر بحين يسوع وقت أيا كأجب حيا فائدة فنجة يوام حي مسألة صدحات موضوع فنجة وكهرت يوام حي موضوع عفني قال واحد وعي موضوع ما كلمة ذوك حد ليا ما جملين بوك حد ليا ما وحوك حد ليا أفعاش هذا سيدو فريستا إلى سيدو فريستا فقيك كحد لا سيدو فريستا يصير سيدو سعاني يصير سيدو حوئي يصير فقيك كحد لا في علاه نقفق عن جاره وسمينا يأرن الوافق قارك كحد لا هذا بعد هذا ركت فقيك وحوك بلعب يا سيدو يستنجي سنيسو إلى وحوك دمينا يقف من تيس الله ما يريه كلك وحين مفقه يهلك سوك حد لي أوقفك دانجارك أفعل الذي سي إلى أيك لحساب تمي إيا هذا الذي سي أيك لحد لي عقيدة دي وحو يقفك وحو عقيدين أيك حد ليسا حديثك وحو كحد لي سنة دي النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرك وحو كحد لي آياتك ربي ديش يشرح يوغي أيك حد لي نحوه وحو كحد لي لقد وحي صحها مركز شيء كحد لي صب محان صحة محان صحاين مدك على وحو نحوه كحد لي تعبير كان إيا آيات مركز الله سيئو آيات داسي وحي شيء يسو ayadani wax ay sheegayso xukunka ay sheegayso waxa la yiraahdaa sida aynu garanayno waxa la yiraahdaa sida aynu garanayno waxan al master al mutasayyid ay u soo qaataan madmunul jumla walida madmunul jumla u fiirso hada hadith nabi aragto hadith kan nabi waxa aad ka fahmayso luqad way ku sheegaysa sida darteed hada hadith soo dalishato oo macnihi loogu talagalay macna aan ahayn inuu soo dalishato ama aayad ad soo dalishato macnihi loogu talagalay macna aan ahayn inuu soo dalishato cidda ku qabanaysa waa naxwadee qol luqawiga ku qabanaya wuxuu ku oranayaa war ninka carabiga yaqaana markuu hadalka sida ugu hadlo laga ma fahmo maxaa aad sheegaysid hadalkan inta uu baa laga fahmaa ee inta uu qaado iyo hadalkan intaas ka dambeeyo isagoo sidan loo dhigay ayaa sida kale loo fahmi karaa la soco kulka wuxuu ka hadlayaa naxwi mowduucaadki naxwaha waa qodobka saddexaad تعريفك وقضبك كوبات فائدة وقضبك لبات موضوع وقضبك صدح هذا هل كن نحوه كهد لدونا فضلك ونوى فضلك كسو أروري فنقا نتبرانيس وقضبك أفراد نسبضو وفنقا إيا فنونتك لحدين ليسكو إيوه محيكوك لدويهين وقضبك شناد واضع يا أبوهر إيا فنقا وحكا قري قضبك واضع والحاد تضباتك واسمك فنقا مجل عيسي أويهي سيديلاد وفنقا هلك لغا سوارين بيلقاتي سقالات وشرعك حكمك أويري ما صنع برشيدي سو مواجب مكراهية محارم با محي نغانيسا قلب كتبنا ده وقدم بيوان مسائل مسائل شو حوالي قواعد كجود افنه وكهط ليو قواعد كيف فنجا ايا هل كان اللي دوري يا اني نكوغان طبعا كا قلب بهرت لقم مارمانا
المبادئ العشرة ومبادئ طبنكا النحو نحوه لغة لغة أهان له وحا أصغنا ذي عدة معاني دور معنى ليح معنى أيو نحوه لغة كي مادا قولنا واحد هذا انتظر معنى أيو كي مادا ليح لي معنى إيريق نحويه لغة كي مني يبليك هذا واحد لغا يابا خلافك وحيابها كيانا واحد كاميدا نحوه يسوي مكل ليح معنى كما إيمانين إيريق هذين أرقنا حديث كتيرا أو نحوك شاكين أيا نحوها ليح ذا معنى كاتكو حنباريسو إلين إرجع نحوها لقدي ليح معنى أي أبوي مذا ما تضرب معنى أبوي مذا هذا إنه أردنا وإلى ذي لقويين تأينه أي إنك ساعدان أي إن يلهدين إرجع هذا مال نوع عاية كلا دعه ليح ذي معنى كاسم بالق أذن أيه كاسم بالق أذن أيه كاسم بالق أذن أيه مسائل كخلاف كأي فوق هذانا وحكينا يرجع النوع عنه كلا إمك الإمام الشافعي إمام أحمد وكل مسألة إسقها يستان باشرة أو أرنا يا جبر هذي لفرا أي جبر دون أي عادة لا يضحي جبر ير هذي لفرا ما واحد كل عادة كل عدة ترساني صدح جارين يديك أركتو إمام أحمد ساسو قبا نسي واحد يكون عدة ترساني صدح جارين يكمل يركتو إمام الشافعي وحو قبا ما يركا كونك وقت يجيبا كلا ديران ايا وايو ظهارة هدين ليلة ظهارة هلوتر ايو شان يتمنى رارض باقو ير ظهارة هل كي ظهارة شان يتمنى رارض باقو ير لكن أركتد هدين ليلة هلوتر ايو أركتد دي صدح رارض بي نقون كرتا دومر كسيد يبدين اي افر رارض اي نقون ايسا كونك مدن دي شان يتمنى مدن صدح رارض هلوتر ايو وقتي قاد بوك لدقدق يا سيد هاد اركي سيد وحي علماء دو اسكو قبتين لبضا امام اي اسكو قبتين كلمة قرئن الهي بالي والمطلقات يتربصن أن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاثة قروءا إلى هاي آيات القرآن كأكو شيء يا ثلاثة قروء إرجع قرء الله قد وام حي صدق قرء إمام قرء يقول الله معنوا لقد وجدنا مر وديك مر نوام ما يرشد إمام الشافعي إنما يرشد وقاطع إمام إحنا نديك وقاطع كل إمام الشافعي يمكن اللي ويديه اللي ما حد ديك كقال حتى ما يرجع إلا والله معنوا يسبر برياله حتى ميت أدرك قاضتنا ترجع بلا مرجع وخطر ما عاد كان قاضتك كقال وقتك إلا إرجع الله بضم معنا بقول هاي وإن القرينة شيكتها أما أتنا في عنكين النبي قصدناها أما أتنا جبر سانس أي كل عدو النبي قصدها وحقي أي كل تلي وإن ذحين أران كرتها إمام الشافعي وعيري ما دام وماشني رحمك وياه الله بيني ونمك هري نمك ضب بيوه إلا كلا إلى علينا يا نصر كونه ويسكو بيرين وياي كوقتك غير له أي براءة أيه بنتك في عن بيري كبراءة كوقتك غير له بنتك في عن كأي قاضي بيري مرك إمام الشافعي وحين أركض أن النحو نحوها لغة لغة وله عدة معاني أو معنى أيوه يالا القسط وقسط ككوكوبات وحالي لهذا نحوته وحنو قسطي نحوك حق عقا كل نحو كذا بواجهه هذا لكن نحوته ظهر أي قسط نحوته وحنو قسطي نحوك كلا بدو المثل أولا مضأ وحي عربت جهدين علي علي نحو عمر وعمرك له نحو ذاويا أي إمك نحوه أو كلب نقنية أما مثل نقنية معناها صدح هذا المقدار قياس وحل هذا لعلي علي وحا أصغنا ذي علي دوش إذا نحو ألف كن قياسي قياس ويمك مقدار بوك نحو قاسي وقشرة معناها أفراد القسم واقيب وحي علبت جهد تنقسم هذه المسألة مسألة ذي وحي أقيب سميسة إلى أربعة أنحاء إلى أفر نقيبات أنحاء تقدم بوا جمع نحو نحوها سنوى أقسام وقسم وي وإلى أربعة أنحاء أنحاء هذه أقسام كأنه واسح إلى أربعة أقسام كاف كشناد وبعض أكلت وحن عني نحو طعامي وبعض طعامي عربت ويله عن طلا غيب كم إذا أيان عني عقلي قاعد كحشون يع عن طلا جو كان إنا ضوضع عن طو مثلا أو كلا لجو ما بيسكرين يا ضه هدال قال عن طلا البضي وحل جو بيسكرين يا مسألة عادي جو مرتي أو جوري ك عد كذا بقى قال كل كهدي أنت يا ريدا لجو صهر لجا بعض ضوضع عن طو ده سيدا إنه قرن إنه عن طو نقالي بيهان شرتي وده ضد كذا قال بدن ما رهين كل كهدو قف ولا أكلت نحو طعام معكم معنيين إسا كل كأنت بدن واحد عربت أيكم معنيين جري وبعض الطعام وعقل جا شيء جي إن ددت كان كمامون صي أدي جيسك كاهو ريسي إن أنت أوقتك تو أما أضوح أوقتك تو أكلت نحو طعام وبعض الطعام كل حد والجهة ويان أردن عبو سناء هانشري وهذا رأني ساقست نحوك ونحو كذا قست وحنو قستي نحوك حاجة أي جهتك لحدي معنى وجمع واحد كل مية معاني النحو نحوها معاني ديسا في اللغة اللغة بعضهم علماء قاركود بقوله هذا الكيس أيك كل مية نجبا يا أجر كوروري وحجري قسط ومثل جهة مقدار قسم وبعض قاله الأخيار قسط وقسم نحوه قسط بون نقطة ومثل وعلى مد نقشه جهة وجهه مقدار وقياس قسم وقيب وبعض يبر قاله واحد معاني لحدي أشياء الأخيار فجي أخيار تاها رجع غربة تضبك بجاي أو مثل حاء مثل ضواتك ضري وجمعها واحد كل مية أيضا الداودي وشيخ داود الليلة مع زيادة معنى معنى يسوع كزيادين يسابع تضباد بقوله هذا الكيس أي كسوء أوروري وحجري للنحو سامع معاني قال أتان لغتان
جمعتها ضمن بيت مفرد كملا قسط ومثل ومقدار وناحية نوع وبعض وحرف فاحفظي المثلا للنحو نحوه أي أصق ناضي سبع معان تضوى معنو قد أتت ويتمي تضبضها لغة لغة أي كتمي جمعتها أنيغا أروريي ضمن بيت بيت بان كدح أروريي بيت مفرد كالذيئة كمولونا لما يسترمي أو تضبضي معنى هل بيت بان كسي أروريي قسط وقسط ومثل وعلم نقشه ومقدار وقياس وناحية واجهه نوع ونوع وبعض وبر وحرف وهريرته إريك حرف هريرته لو يقنا ومن الناس من يعبد الله على حرف مركو إلى إليه ومن الناس ذاتك وحكم إذا من يعبد الله عيد إله عابد إيسى على حرف عبادة برتنك أمجل إيسى يقول حيد حيد ما حد مدى دين تين إيسى إلى علينا يان كل كدين تين تدرف كسر شوك سدام بيدونا يان يقول دين تي أنا إسود ديبين إن لنا عاك يردر سدام بيدونا يان ومن الناس من يعبد الله على حرف كل كهذا خير هلا نويسي ديرنا يان هذا خير وين اللي بلاك المان دي بيون نقانا يان أو واحد مودي يان بدين تويني سبب بكون نقطعي أنت واحد كأور بحنا نحوه لغة أهان وحنا كوي هاي اصطلاح يبقى يمين هذا لا أرضي جو حلقة يا رأيني أرضي دقائر كتكو أتكاتو لغة هي اصطلاحه لغة هي اصطلاح أرتم حلك اللي يلا أصلها هم بقى وحوي إيري مكان ساقاته لغة ده واحد لو يقان دد وينه واحد يقانين اصطلاح أنا واحد لو يقان دد جارس ليه كوه شيء مثلا هذا سد أمك إنك أنت هل كنا فرد ذا هذا ينكوه شيء إنه كالي إريجا كالي تك هذا ينكوه شيء إنه هذا كالي كويد هذا محد سمين سا شيخ عدنان واتقيسة شيخ مصطفى هذا كالي كويد هذا محد سمين سا واتقيسة كل كه قف أن لغة الصومالية أقولي بقولي إيد لغة الصومالية وحضرنا سا إريجا كالي أمريكا معنيه نسي واللغة إريجا كالي هو إيه إما لغة دوا معي هذا واسيد الدويينه هو يقانه إيه استلاحة نمنك هل كاتشو جنا إنك علينا تلمامي يا مبتة استلاحة هشيس استلاحة هشيس نمنك هل كاتشو جنا لكن كاري دي واحد يكون هشيء إنه أقاطان محي إسكتك لكن واحد اللي يدي أنت بدل واحد اللي يدي إرجع استلاحة لوقا ظني إرجع لقد لو يقالي وإني إسكود ويهين إذا تصارح هذا عنو أم بيه أو كلا إني إسكود ديد نقانين لب إرجع إسكود ومبا استلاحة يلا لقد وين إسكود وهذا حاجة معناها كل كا لقد تضبط معنى مليح لا معنى أي نحوها كواحد waxay yimid niman eegaya hadalka maxaa saxan maxaa khaldan nuxaad baa loo bixiyo ereyga ficiye nuxaad baa loo bixiyo iyagii nuxaad bay noqdeen cilmigoodiina naxwi ula baxeen cilmigoodii maxay ula baxeen cilmigi saxdii khaldka ka sheekeynaya iyo ucraabta maxay ula baxeen naxwi ula baxeen waxa la magaca naxwi xabu ka yimid cilmiga mayba tafsiir u bixiyaan ilaa kelmadu sharxayaa tafsiirna waa wax la sharxaya sawmaa cilmigeen min maxaa tafsiir loogu bixin waay ما هي أولاد دورتين ما جعل نحوها كمانكم ملايين ما جعل عيات شراء ما هك اللي فيني نحو قاطان علي بن أبي طالب أيو نكي كوباد لا تشضي أبي أسود الدؤال أو نكي نحوها الدجيئة أي علي بن أبي طالب لا تشضي علي بن أبي طالب لقوي بوها سيدة أندريم إنه عربتي هرادا نقول لقويين بيا هايين أو واحد يقنن هذا الكيسة خلطان إيا كيسة صحن إيا قول نحوها لقنن أيو هدنا هذا الكوب نحوي سنا كل واحد علي مركو لا تشضي أيو علي كلمة إيا قيبه كهضي إن إيه أخوات كذي أيو كهضي علي بأن نحوه سيدان لو قرية عشرة كميدة أيو سيي إنتا سوي إسلي إنتا سوي إسلي مركاس الله هضي علي يوم يقول ننكي أنحو نحو هذا بوير أنحو وأن نحوها أمر كيسي أنحو أقصد بوير نحو هذا كحقيسة كعشرة دا أنكو سيي أو كلي أقصدو هذا الكعربات إنتا تحرع كسما يسو وحي إسكنو عبا عمان أسماء أو عشر أسماء كل كا أنحو دي علي أويري أقصد دي أويري أيا كل كا أي علماء دينا أي لهنين فنغان أي نحو نراهنو ساسا هرتا فنغان نحو اللوغو بحيي كل كا نحوه علمي جي إعرابت إيا بينها كحد ليه بي علماء دوكارنغان واكن تعريف كيسي حده حد كيسو في اصطلاح النحات النحات سيدي كوهشيين مركا نحوها الله تعريفين ايوا اصطلاح هذا وضد كيقارك هاي النحات ها وحي نحوها وبحيين هو علم وإن لبرتو بأصول قواعد وإن لبرتو قواعد كأو تحفظ أي إلالين ايسو مراعاتها دوري ديدو اللسان عربك أي كإلالين عن الخطأ إنو كوغفو في النطق حق هذلك قلت النحوه وحلو يغانا إن قواعد إيا حرر لبرتو حيرر كاسو الله حفتيانا عرب كاغا أي خلطك كإلالين أيان عرب كاغو إنو خلدمو حيرر كإلالين أيان إيكو أرن يفاعل كوالا قودا إيكو أرن يمفعول كوالا كرنبا إيكو أرن يحرف كجار واد كدن بي يوالا هوس لغا كو أرن يمضاف مليه قوة مجرور حيرر كاسو كالي أيهر تنحو اللو يقانا حدهو نحوها حد كيسو
في اصطلاح النحاة هشيس كنحاة مرك الله أجو هو علم وعلم يجرشه بأصول قواعد لجرتو إريجن أصولي وقواعد بأصول بالجرنا يا قواعد قواعد كأو تحفظوا أي إلى علينا يسوع مراعاتها دوريد دو قواعد كنا ضاد دور توحي إلى علني اللسان عرب كاجي إلى علني عن الخطأ جف بيك إلى علني في نطق حاجة هذا الكو كجفو عرب كاجنا خلط كلا إلى علنا يا واحد اللي يده هذا سدا فقه وفعل كاجا جف وق إلى علنا يو أيو لق نحوهنا عرب كاجا جف وق إلى علنا يا كوكا مدنا عرب كيبو إلى علنا يا مدنا فعل كيبو إلى علنا يا سدا اللي مضم معناه يا كوكا هو حقا ير سيدا أندريم إنه أخضاب ظن أنه عاصو كلا أو حاجة تفسير كلا أو حاجة حديث كلا أو حاجة فقه كلا أو حاجة مقصود كجود له أو حاجة مقصود كجود هي مهمة اللي قال لي هي عشر كلا أو إسكاب ظن أيات شرطة أورنتي إنها هي ستة سيدا درتين وحلاقة يا با أرضي كهدي بيس كلا قدره لقى صادس سي بيس كهوس هدي لقى صادس إنه وحقة أرضي كاسين نقدني وحفهمه لكن دام بيس كلا قدرسين تأرضي وحويا سيدا سوم بيس نكوشي خوبية كلك سيدا درتين وحن شاء الله يستي أرضي إن بيس كلا قدره لقى درس كتاب طريقة دي محن كورا الله بدي طريقة كابسنا يا طريقة المتقدمين أو قواعد كيله سيد أجرومي يا عمري دقيقة طريقة المتأخرين إسم طريقة أنا كوس عنا يا الله يلسيا ديله أو كتاب الله بدي طريقة الله شان قاضي أما الله بدي دربك عبيا أيان سكود يي أو إسوافتشنا يا الله بدي قلوا أو كقاعدة الدنيا قاعدة دي أكهليه كدنيا الله يلسيا بدن الله كشقي أنا الله يلسيا دي بدن أكهليه الله بدا دربا كتاب كابس ضي أيان شعلة يستئن كرديكنو ربي وح إنه وافتشي إسق عيام هذا له كتاب كين إنه إنه صوصارنا أما إنه قرنا المبادئ العشرة وحلقة مارمان كتاب كمرك القريو وحلي لا المبادئ العشرة إن أرضيها لو شرحها ما دي سيدان قرانا إنه أفهمه مبادئ العشرة ما هم معنيه ونحوها أمباله فمي كستي الله برانا يا مبادئ العشرة بايلاذا هذا حساب برانا يسو انت هذا برانين حسابته مبادئ العشرة وين هذا قانو يالتها هذا نحو برانا يسو مبادئ العشرة وين هذا قرانا يسو هذا صرفي برانا يسو مبادئ العشرة وين هذا برانا يسو هذا تفسير برانا يسو مبادئ العشرة لتفسير وين هذا برانا يسو هذا حديث أما فقه برانا يسو مبادئ العشرة وين هذا قرانا يسو علماء واحد إسلقرتين واحد إلى المبادئ العشرة وانت هنفني قال ليح جلين أرض يكون إنه برتو لقمة مارمان إنه يتاعي هذا نقوله يمكن شامع هذا هدقة وحي أُيقان المبادئ العشرة علماء ذي هري أي أُتقاني هذا نشامع هذا وحي أُيقان توصيف المساق وحن يلهدين توصيف المسار أو كلام توصيف المساق أو كلام يلهدين وي أرضيك أنت أونا شامع هذا أن لوب الله أستاذ كان من محاضرين كوجد سو جد بينايا وإنه سيع عشرة كور بحينايا موضوع وقاضنا يقول لي وحيك سابسين تاس أيال لك ما مارمان نقول إسا كل جوا إسلاء المبادئ العشرة وحي الأورنج لي أموي مبادئ العشرة واتمان غضب وفنجة أدبرنا إسا تعريف كيسة تعريف كفنجة أدبرنا إسا وين تقعنا سببت تعريف قال لو بهي وحوي علمي بقى قال له ما أرضي بقى تايو علمي بدون سين أدبرتي علمي كان أدبرنا يسأل كتاب كان كتيرة ووح كامقان مثلاً هذا هذا أرضي الناس قالوا ويرى هذا ألعاب دي بده يسوق إيجا سالون تاي أو نداوم كل دورينا أو تقاعدون محد رادين دونتا مساعد بدر رادين ما موبايل بدر رادين ضد كم حد ويدين هذا كتاب كان أدبر إسلا ده نح جشيدون وعلمي بقى قال له ما يه واحد برا نسوا محي مجنون يصير واحد برا نسيب وحبي هاي كل كأنت هذا فني نح جلين وأين أتلا هذا هرت فني قال كان أنكو برا نيا وامحي وين ديس ويديسو كل كواين أدلس عنكر تعشي خاجني هدو كبيرة وحي أدبر نسي أو فني كله وكو كبيرة إنه فني كبحي وين أدلس عنكر تا فني إنه كبحي إيه إنه كبحي وين أدلس عنكر تا واحد اللي هذا تعريف كفني كواين أدبر نيسو نحو إنه برانا ينعي نحو واو محي لابا تعريف بيالاني مثل قضاء يمد استلاحة تعريف كهرت واينا برانا وقضب ككوبات قضب كاللبات فإذا ذا فنقا نتبرانا يسا أوليه واو محي ما حدك فإذا يسا فنقا وقت واكا بحيا هانتبا لغا يابايني كاغا بحيسو تي وحبادن باكا أدكو بحينا يسا وقت ايا كاغا بحيا فإذا ذا فنقا نوا محي مسألة صدحات موضوع فنقا نوكا هدلا يا واو محي موضوع عفني يعني واحد وعي موضوع ما كلمة ذو كحد ليا من جملين بو كحد ليا ما وح كحد ليا أفعاش هذا سيدو فريستا إلى سيدو فريستا فقيقة كحد لا سيدو فريستان يس سيدو سعان يس سيدو حو إيجي سي فقيقة كحد لا فعلا نقف قان جاره وسمينا يورن الوافق يقارب كحد لا هذا بعد هذا ركتف فقيقة وح كبلابة يا سيدو يستنشي سنيسو إلى وح كل ما ينا يقف من تيس الله ما يريه كل كاوي هم فقه يهلك سوك هذا لي أوقف كا دان جار كا في الذي سي إليك لا حساب تميجي إيه هذا الذي سي إيه أيك لا هذا ليا عقيدة دي وح ويقف كان وح عقيدين إيه أيك هذا ليسا حديث كي وح كهذا ليا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفسير كي وح كهذا ليا آيات كي ربي دش يشرح يجي أيك هذا ليا نحوه نوح كهذا ليا لقدي وح صحها مركز شيء كهذا ليسا محاصحة محاصة صحها هين
midda kale wuxuu naxwuhu ka hadlayaa tacbiirkan iyo aayad marka lagu siiyo aayaddaasi waxay sheegayso aayaddani waxay sheegayso xukunka ay sheegayso waxaa la yidhaahdaa sida aynu garanayno waxaa la yidhaahdaa sida aynu garanayno waxaan dee almaster almutasayid ay u soo qaataan madmuunuljumla baa la yidhaha madmuunuljumla u fiirso haddaad xadiid nebi aragto xadiidkan nebi waxa aad ka fahmayso luqad way kuu sheegaysaa sidaa darteed haddaad xadiis soo deliishato oo macnihii loogu talagalay macno aan ahayn inadu soo deliishato ama aayad aad soo deliishato macnihii loogu talagalay macno aan ahayn inadu soo deliishato cidda ku qabanaysa waa naxwadee luqawigaa ku qabanaya wuxuu ku odhanayaa war ninka carabiga yaqaanaa markuu hadalkaa sidaa ugu hadlo lagama fahmo maxaa aad sheegaysid hadalkan intaa unbaa laga fahmaa ee intaa u qaado iyo hadalkan intaasaa ka dambeeyo oo isagoo sidan loo dhigay ayaa sidaa kalena loo fahmi karaaye la soco kolkaa wuxuu ka hadlayaa naxwi mawduucaadkii naxwaha waa qodobka saddexaad tacriifku waa qodobka koowaad faa'iidadu waa qodobka labaad mawduucu waa qodobka saddexaad ee halkuu naxwuhu ka hadli doonaa fadliguna waa fadliga kusoo arooray fannigan aad baranayso qodobka afraad nisbadu waa fannigan iyo funuunta kale haddii laysku eego maxay ku kala duwan yihiin waa qodobka shanaad waadicu yaa ugu horreeyey ee fannigan wax ka qoray qodobka waadicu waa lixaad toddobaadku waa ismiga fannigan magiciisu uu yahay sideedaad waa fannigan halka laga soo dhimbiil qaatay sagaalaad waa sharcigu xukunka uu yidhi ma sunnaa barashadiisu ma waajibaa ma karaahiya ma xaaraanba maxay noqonaysaa qodobka tobnaad ee ugu dambeeya waa masaa'il masaa'ishu waxa weeye qawaacidka guud ee fanniga uu ka hadlayo qawaacidkii fanniga ayaa halkana la doonaya inaynu ku ogaano tobankaa qodobba horta lagama maarmaana almabaadi'u alcashara waa mabaadida tobanka ah annaxwu naxwuhu luqatan luqa ahaan lahu waxaa u sugnaaday ciddatu macaanin dhowr macno lix macno ayuu naxwuhu luqadda ku yimaadaa qolana waxay yidhahdeen toddoba macno ayuu ku yimaadaa lixdii macno ee ereyga naxwiihii luqadda uu ku imanayay bale haddaba waxaa laga yaabaa khilaafka waxyaabaha keena waxaa ka mid a naxwihiisa iminka lix macno kuma imanin erey haddaynu aragno xadiid ku jira oo naxwo ka sheekaynaya naxwaha lixdaa macno kaad ku xambaarayso ilin ereygii naxwo ahaa luqadii lix macno ayuu ugu yimid ama toddoba macno ugu yimide haddaynu aragno waa inaa dee luqawiyiinta ay ina saacidaan oy ina yidhaahdiin ereygu hadduu meel noocaayo kale a dhaco lixdii macno kaasunbaa la qaadanaya masaa'ilka khilaafka ee fuqahadana waxaa keenaya ereyada noocan oo kale ah iminka imaamu shaafici iyo imaamu axmed oo kale masale ay isku haystaan baa jira oo odhanaya gabar haddii la furo ay gabadhuna dhii ay caado leedahay gabar yar haddii la furo ma waxay ku ciddo tirsani saddex jeer inay dhiigga aragto imaamu axmed saasuu qabaa mise waxay ku ciddo tirsani saddex jeer inay ka maydhato imaamu shaafici wuxuu qabaa maydhiga kolka waqtigii baa kala dheeraanaya waayo dahaarada haddii la yidhaha dahaaradaha loo tiriyo shan iyo toban dharaarood baa ugu yar dahaarada halkii dahaaraba shan iyo toban dharaarood baa ugu yar laakiin aragtida haddii la yidhaha loo tiriyo aragtidii dee saddex dharaarood bay noqon kartaa dumarku siday u badan yihiin iyo afar dharaarood ayay noqonaysaa kolkaa midna dee shan iyo toban midna saddex dharaarood ha la tiriyo waqtigii aad buu u kala degdegayaa sidaad arkaysid waxay culimmadu isku qabteenna labada imaam ay isku qabteen kelimatu qur'in ilaahay baa le walmudallaqaatu yatarabasna bianfusihinna thalaaata quruu eeg thalaaata quruuban ilaahay aayadda qur'aanka ah ku sheegayo thalaaata quruu ereygan qur'i a luqadda waa maxay saddex qur'i imaam qur'igu laba macno luqadda ugu jiraa mar waa dhiigga marna waa maydhashada imaamu shaaficina maydhashaduu qaatay imaamu axmedna dhiigguu qaatay kolka imaamu shaafici markii la weydiiye la yidhi maxaad dhiigga kaga leexataad maydhiga ilan waa laba macno isberber yaalle haddaad mid adigu qaadatana dee tarjiixun bilaa murajax waa khatar maxaad kan ku qaadatay kakale uga tagtay ilin ereygii labada macnoba uu lahaaye waa inaad qariino sheegtaa ama aad tidhaa ficilkii nebigaa sidan ahaa ama aad tidhaa gabadh saasi ay ku dhacdo nebigu sidaa ayuu kula teliyey waa inaad wuxuun odhan kartaa imaamu shaafici wuxuu yidhi maadaamo meeshani riximka uu yahay oo la hubinayo oo ninkii horiyo ninka dambe biyahoogii la kala ilaalinayo iyo nasabku inuu isku biirin uu yahay ka waqtiga dheer leh ayaa baraa'ada iyo hubinta ku fiican buu yidhi ka waqtiga dheer leh hubinta ku fiican kaa ii qaada buu yidhi marka imaamu shaafici waxaynu arki doonaa annaxwu naxwaha luqatan luqada waa lahu ciddatu macaanin dhowr macno ayuu yeelan alqastu waa qasadka ka koowaad waxaa la yidhaahdaa naxawtu waxaan u qastay naxwaka xaggaaga kolka naxwakada dambe waa jiho hadda laakiin naxawtuda hore ayaa qasada naxawtu waan u qastay naxwaka ka labaad waa almithl oo lamid ah waxay carabtu yidhaahdeen caliyun cali naxwu camrin waa camal oo kale naxwudaa weeyaan ayaa iminka naxwihii oo kale buu noqonaya ama mithlu buu noqonaya macnaha saddexaad waa almiqdaar qiyaas waxaa la yidhaha licaliyin cali wuxuu u sugnaaday calaya dushayda naxwu alfin kun qiyaastii qiyaas wey iminka miqdaar buu naxwigaasi ugu jiraa macnaha afraad alqismu waa qayb waxay carabtu yidhahdeen tanqasim hadihi lmas'ala mas'aladani waxay u qaybsamaysaa ilaa arbacati anxaa'in ilaa afar qaybood anxaa'in taa dambe waa jamcu naxwin naxwahaasina waa aqsaam waa qismi wey oo ilaa arbacati anxaa'in anxaa'in haddii aqsaaminan keenno waa sax ilaa arbacati aqsaamin ka shanaad waa bacdun
أكلت وحن عني نحو طعامي وبعض طعامي عربت ويله ذي عنتلا قريب كم إذا أيام عني وعقلي قاعد كحشونا يعنتلا جو كان إنا وضع عنتو ده مثلا أو كان لو ما بيسكرين يا الله هدال قال أو عنتلا ضل بضي وحل لو بيسكرين يا مسألة هذا جو مرتي أو جوري كعيد كذا بقى لي كل كهدي أنت يريد لو صهر لقى بعد وضع عنتو ده سيد إنه قرن إنه عنتلا دون قالب يهان شفته يود ضد كذا قالب بدل ملاحين كل كهدو قف قل أكلت نحو طعام maxaadku macneeynaysa kolka inta badan waxa carabta ay ku macneeyeen jireen waa bacda daaam oo aqligaaga sheegaya in deed dadkan ku maamunsay adiga iska ka horaysiin inaad cunto uga tagto ama aad wax uga tagto akaltu nahwa daaam waa bacda daaam kulli had wa aljaha wayan oo dhinac uu isna ahaan jiray waxa oranaysa qasatu nahwaka waa nahwa kada qasatu waxa nu qastay nahwaka xagaaga ay jihataka lihdi macna wa jamaa waxa kulmiyay macaani nahwi nahwaha macaanidiisa fi luqati luqada baadhum culimada qaar kood بقوله هذا الكيس أيك كل مية نجبا يا أجب كوروري وحجري قسط ومثل جهة مقدار قسم وبعض قاله الأخيار قسط وقسم نحوه قسط بو نقضى ومثل وعلم نقشة جهة وجهه مقدار وقياس قسم وقيب وبعض يبر قاله واحد عانيد اللي حدا أشياء الأخيار فجي أخيار طاها رجع غربة تضبك دقي أو مثل حا مثل ضوات كدري وجمعها وحى كل مية أيضا الداودي وشيخ داود الليلة مع زيادة معنى معنى يسوى كل زيادين يسابع انت ضباط بقوله هذا الكيس أي كسوى أروري وحجري للنحو سامع معاني قال أتان لغتان جمعتها ضمن بيت مفردين كملا قسط ومثل ومقدار وناحية نوع وبعض وحرف فاحفظ المثلا للنحو النحوه أي أصق ناضي سبع معان تضوى معنى قد أتت ويتم تضوى ضبا لغة لقضى أي كتم جمعتها أنيقا أروريي ضمن بيت بيت بان كدح أروريي بيت مفرد كالذيئة كمولونا رميسترمي أو تضوى دي معنى بهال بيت بان كسو أروريي قسط وقسط ومثل وعلم النقشة ومقدار وقياس والناحية وجهه نوع ونوع وبعض وبر وحرف وهريرتا إريق حرف هريرتا لو يقانا ومن الناس من يعبد الله على حرف مركو إلهي ليهي ومن الناس ذاتك وحكم إذا من يعبد الله عيد إلهي عابديس على حرف عبادة برتنك أمجليس إيقو حيث حيث ما حد مددين تقين إسكا إلالين أيان كل كدين تي أنت يدرف كسر شوك سدام بيدونه يعني يا جو دين تي أنا إسود الديبين إن الدين عاك يقدر سدام بيدونه يعني ومن الناس من يعبد الله على حرف كل كهذا خير هلا نويسي ديرنا يعني هذا خير ويا نو دبل كل ما أنا دب يقول نقارن يعني أو واحد مود يعني دين تي نسبه بقول نقطعي أنت واحد كأور بحنا نحوه لغة أهان وحكوية هاي إصطلاحي بعيمين هذا الأرض يجوا حلقة يا رأيني أرضي دقائر كت كو أتكاته لقد هي إصطلاحه لقد هي إصطلاح حرت محلك اللي يلا أصلها هم بقى وحوي إري مكان صاقاته لقد وح لو يقان ددوينه وح يو يقانين إصطلاحنا وح لو يقان ضد جاري سديكو هشيين مثلا هذا سد إمك إنك أنت هل كي ننفرد ذا هذين كوه شينو كالي إريك كالي أ تك هذين كوه شينو هذا كالي كوي رادم حد سمين سا شيخ عدنان واتقيسة شيخ مصطفى هذا كالي كوي رادم حد سمين سا واتقيسة كل كه قف أن لقد الصومالي جاكوني بكوري إيد لقد الصومالي جا وحضرنا نسا إريك كالي أمرك معنيني سي واللقطة إريجا كالي هو إيه إيمو لقطة وها معيها ضبا واسيد الددوين هو يقانو إيه استلاحة نمنك هل كهات شوغنا إنك علينا تلمامي يا مبتع استلاحة هشيس استلاحة هشيس نمنك هل كهات شوغا لكن كالي دي وحيكو هشيين إنه أقاطان محي اسكتك لكن واحد يلي انت بدن واحد يلي إريجا استلاحة لو قاضني إريجا لقطة لو يقاني وإنه اسكود ويهين سيدان تصالحا هذا انو امبيهي او كلا اين اسكو ديد نقنين لبا اريو اسكو دوون با اصطلاح اي لغد وين اسكو دوادان حاجه معنى اهان كل كا لغد تضبدا معنى ما لخدا معنى اي نحوها كو اهي وها يمد نمن ايغيا هادلك مخا سخان مخا خلدان نحاد با لو بخييو اريغا فعي نحاد با لو بخييو ايغي نحاد باي نوقدن علمي غوغينا نحوي ولا بخين علمي غوغي مخاي ولا بخين علمي صحدي خلدك كو شيكين اي اعرابته مخاي ولا بخين نحوي ولا بخين waxaa leeyahay magac aan nahwi habuu ka yimid cilmiga mayba tafsiir u bixiyaan ilaa kelmadu sharxayaa tafsiirna waa wax la sharxayo Soomaa cilmigeena ma haa tafsiir loogu bixin waayay maxay ula doorteen magac aan nahwi kumaankum malaayiin magac ayaa jira maxaa kalifayni nahwa qaataan Cali bin Abi Talib ayu ninkii koobaad la tashaday Abi Aswad ad-Duali oo ninkii nahwa hadajiyay ayaa Cali bin Abi Talib la tashaday Cali bin Abi Talib luqawi buu ahaa sida aan dareemayno carabti hore oo dhan buu luqawiyiin bay ahaayeen oo waxa yaqaanin hadalka kiisa khaldan iyo kiisa saxan iyagoo naxwaha dhiganin ayuu hadana hadalka ugu naxweysnaa
kulka waxa dhacay Cali markuu la tashaday ayuu Cali kelmadda iyo qaybahayga ka hadlay inna iyo akhwaadkeedii ayuu ka hadlay Cali baa naxway sida loo qoray cashiro kamida ayuu siiyay intaas way isleeyeen intaas way isleeyeen markaasuu la hadlay Cali oo wuxuu ku yiri ninkii unxu naxwa hadaa buu yiri unxu waa naxwa amarkiisii unxu u qasad buu yiri naxwa hadaa ka xaqiisa ka cashirada aan ku siiyey oo kale u qasado hadalka carbeed intaa tixraac ku samayso wixii isku noocaba cunwaan u samee oo cashir u samee kolka unxudii Cali uu yiri u qasadii uu yiri ayaa kolka ay culimadiina ay yiraahdeen fannigan aynu naxwo nidhaahno saasa horta fanniga naxwo loogu bixiyey kolka naxwihii cilmiga icraabta iyo binaha ka hadlayay bay culimadu ka dhigeen waa kan tacriifkiisi xadduhu xadkiisu fi istilaahi nuxaati nuxaadu siday ku heshiiyeen marka naxwaha la tacriifinayo waa istilaaxa hadda waa dadkii gaarka ahaa nuxaad ahaa waxay naxwaha u bixiyeen kuwa cilmun waa in la barto biusuulin qawaacid waa in la barto qawaacidka oo taxfadu ay ilaalinayso muraacaatuhaa dhowrideedu allisaana carabka ayay ka ilaalin canilkhada'i inuu ku gefo fi nutqi xagga hadalka horta naxwo waxaa loo yaqaanaa eeg in qawaacid iyo xeerar la barto xeerarkaasoo la xiftiyaana carabkaaga ayay khaladka ka ilaalinayaan carabkaagu inuu khaldamo xeerarka ka ilaalinaya ee ku odhanaya faacilka waa la godaa ee ku odhanaya mafcuulka waa la kor dhaba ee ku odhanaya xarafka jaarir waa dee ka dambeeya waa la hoos dhiga ku odhanaya mudaafulayhi waa majruur xeerarkaas oo kale ayaa horta naxwo loo yaqaanaa xadduhu naxwaha xadkiisu fi istilaaxi nuxaati heshiiska nuxaada marka la eego huwa cilmun waa cilmi iyo garasho biusuulin qawaacid la garto ereygan usuuli waa qawaacid biusuulin baa la garanayaa qawaacid qawaacidka oo taxfadu ay ilaalinayso muraacaatuhaa dhowrideedu qawaacidkan haddaad dhowrto waxay ilaalini allisaana carabkaagay ilaalin canilkhada'i gef bay ka ilaalini fi nutqi xagga hadalka uu ku gefo carabkaagana khaladka laga ilaalinayaa waxaa la yidhaahdaa sida fiqhigu uu ficilkaaga gef uga ilaalinayo ayuu naxwuhuna carabkaaga gefka uga ilaalinayaa kolkaa midna carabkii buu ilaalinayaa midna ficilkii buu ilaalinayaa sidaynu caqiidaduna dee caqiidadaadii bay ilaalinaysaa oo inaad shay si khaldan u caqiidayso ama si khaldan aad ka aaminto ayay ilaalinaysaa faa'idatuhu cilmigan faa'idadiisu maxay noqoni culimadeennii waaweyneyd eeg waxaa jira si weyn bay uga hadleen faa'idada fannigan faa'idada fannigani wax qarsoon maaha horey waxaa loo yidhi sheekh baa la weydiiyo lagu yidhi sheekh yaa ardayga mubtadigii waayo qofka bilowga ah noo sheeg baa la yidhi shareecada ayaa bilow ku ah wuxuu ku jawaabay cidda sharciga bilowga ku ihi waa cidda luqadda bilowga ku ah waxay ka dhigan tahay qofku hadduu doonayo inuu fiqhi waqti ku bixiyo waxa way ka midha keeni maayo oo intuu meel soo fadhiisto sidiisii u sharxi maayo hadduu luqadda una ka dhisnay sidoo kale xadiidka ka midha keeni maayo meel laba ka midha keeni maayo qofka aan deen luqadda aan ka bislay waayo marka la doonayo in wax la barto luqaddu ku qoran yahay baa horta la bartaa maalan haddii aan u baahdo anu inaan kombyuutar barto goormeen fahmi karaa dee kombyuutarku luqad gaara ayaa sida ugu badan luqad bu inaga inagu soo gaadhaa luqaddeeda haddaad luqaddiisa haddaadan garanaynin bilowun baad ku ahaanaysaa wax kastood barato biri wad ilaaweysaa waayo luqaddii uu ku qornaabaa kaa maqantii oodan fahmaynin tiiba kaa maqan kolka waxay ka dhigan tahay culuumtan aan barta isleenahay luqadda ay ku qoran tahay culimo waa inaan fahanaa luqadda ay ku qoran tahay markaan fahano oo qura markaynu fahano ayaan odhanaynaa waxbaynu baranaynaa culimadeenna waa la weydiiyey sheekh ibnu cusaymiin allaha u naxariistee markuu ka hadlayay faa'iidada naxwaha ama uu naxwaha tilmaamayay wuxuu yidhi naxwuhu bilowga hore waa sacab aad buu u adag yahay buu yidhi dhammaadkiisana waa fudud yahay buu yidhi waxaa tusaale loogu soo qaatay guri yaroo ka dhisan caws oo kale ama qasab oo kale bahalkan qasabka aalaha la yidhaahay oo kale ama caws oo kale ka dhisan oo kale albaabkiisuna uu bir yahay waa xadiid albaabku waa xadiid intiisa kaloo dhanna waa caws iyo daaq buu ka dhisan iyo qori buu ka dhisan yahay isku tiirtiirsan kolka albaabkaa laga soo gelayuunbaa adag haddaad albaabkaa ka soo gasho wax kastaaba wuu fududaanayaa laakiin haddaadan albaabkaa ka soo gelin waxay noqonaysaa albaabkaa haddii lagaa furo guduhu waa fudayd haddii albaabkaa laakiin sida lagaaga furo ayaa adkaanaysa sidaynu dareenmayno imaamu shaaficii wuxuu yidhi ahlulcarabiya dadka ahlucarabigiihi waa jinnul insi insiga iyaga jinu ah yubsiruuna waxay arkaan maa laa yubsiru naasu dadku waxayna arkaynin waxaynu odhanaynaa haddaba sida aan dareemayno faa'idadiisu waa xifdu lisaan in carabka laga ilaaliyo canilkhata'i gef fi tilaawati kalaam illah ilaahay hadalkiisa marka la akhriyayo wakalaami rasuuli iyo rasuulka kalaamkiisa walkalaami alcarabiya iyo hadalka carabiga mawduucaadka uu ka hadlayaana waa alkalimaad alcarabiya kalmadaha carabiga min xaysu maa dhinacii kiyo laga ilaalinayo yacridu lahaa usoo banbaxayay fi lkalaami alcarabi kalaamka carabiga oo min icraabin icraabiya wa binaa'in binaa
حقيبو كهضلا نحوها موضوعات كي سوا محي والكلمات العربية بل كلمتها عربية كلمويك أيو كهضلا كيو كلمتها وكقيمين أيو كلمتها واحد أصابا بحيو إعرابية بناء فضله وفوقانه إنه كسر رأيو على سائر العلوم علوم تأردن بالنسبة مركل لو إيه ديو اللي بابه باب كيسة فعلوم تأردن وكسر رأي حق إعراب كمركل إيه غفني كوغاري يا مجلو والروية عن عمر بن الخطاب وحل قوري قوله أراهديسي تعلم اللحن لحن قبرت إيه والفرائضة إيه والسنن سننت كما تتعلمون القرآن سيدة القرآن كأبرنيسين علمي قال لحن كورمي نحوها أبرتا نسبته مرك علوم تكلا الله إيجو نسبته نسبة ليس لبقية العلوم مرك الله إيجو التباين وكر الدوانشو يو المخالفة كلا الله صنعشو تباين يو مخالفة وايسكمد معنى علمي كلا هو إعراب كهذا يو نحو أهل لسوه المايو صرفكم ملك لو كهذا يا بلاغته ملك لو كهذا يا حديثكم ملك لو كهذا يا والتباين الله بفني وايسكمد هذا بما تشيلان سيدا أوه وايسكم ملك كهذا يا واي ويعلم ما يهدي كلا دي واضعه منك كوباد يا قري هو أبو الأسود الدؤري نين الأورنجري وي أبو الأسود الدؤري اسمه فن لوح لغو مغعابه علم النحو استمداده برت لغا سودن بيل قاطي هو مستمد وحا لغا دن بيل قاطي من كلام الله تعالى اله كلام كيسا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم نبي محمد كلام كيسي وكلام بلغاء العرب عربتي بلاغه تقاني هذا الكوغي حكم الشارع فيه شرع وحو كقبو هو واجب كفائي وواجب كفائيه وواجب ان علم النحوها على برتا كما ذكره سيد الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية سيد الشيخ أم الدوال وبباهنيه وواجب أيون نقنية وهي شيخ الإسلام ابن تيمية وحيولي إن اللغة العربية اللغة عربية من الدين دين تيكمتها ومعرفتها فرض وواجب إلا برطانة وفرض إيه واجب فإن فهم الكتاب كتابك فهم كيسا إيه وسنة فرض فرض ويا ولا يفهم إلا بضع لما فهمه إلا باللغة العربية لغة عربية قول برتمه يعني وما لا يتم الواجب واجب كونه كل ما يستر منين إلا به إن إساق للي ماد مويا وحكاله فهو واجب إسنا واجب نقنية وشيخ الإسلام ابن تيمية كلمذيه سي مسائله ما لها وكهض ليه هي القضايا وقضاياتك التي قضاياتك يبحث فيها وبحثي أيه سيدا الفاعل مرفوع فاعلك ومرفوع كله والمضاف حسب موقعه مضاف وكل بها القرع في الكلام كلامك الحديثة والمضاف إليه مجرور أوكله وجمعها طبان كان قضب وحا أروريي بالنظم قبينك أروريي الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى أبو العباس المقرئة المساني نكي لورنجري قبينك سوء أروريي محوري من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضع تلا وواضع ونسبة ومستمن منه وفضله وحكم يعتمن واسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر للمنى وسائل وبعضهم منها على البعض اقتصر ومن يكن يدري جميعها انتصر وحول من رام ننك الراذية أما ضلبة فنن فني أنك ضلبة وانكره فني قدوني هالنقض نحو هذا صرفي هذا من رام فنن أنك فني فاذية فليقدمها الرئيسية أولا مركه رأى علما إنه علم يشبه حده حد كيسي وموضوع إيا موضوع تلاه راعي وواضع إيا ننك يقري والنسبة إيا النسبين تعلوم تكلا لون نسبين أيو إيا ومستمد منه هالك لك سعر بيل قاطي إيا وفضله فضل قيسة إيا وحكم حكم يعتمد لغو تيرسانا يشرع قوحك قبو إيا واسم مقع فنق أوليه وما أفاد إيا وحاو فائدين أيو والمسائل إيا مسائل كوكهض ليو فتلك تاسع عشر واطبا وصائل وصائل بيؤطه للمنا واحد يدي لنيسه وصائل وحوي واسيس تماك له أما طريق دي أزميل ومريسي وكلوي وحي وصائل وطه يدي لدي وبعضهم غاركودنا اقتصر وحكو قابصدي منها طبان كان اوكا قابصدي على البعض قارك ماذا قول اعتبه طبان كان لوما وضا باهنا قيبون بلو باهن يهي ومن يكون ننك اهذا يدري ننقرنا يا جميعها قبي اهان ومن يكون ننك اهذا يدري مد قرانا يا جميعها دمانتود انت سروا قوليسن يا طبان كبا قفك برتانا وقوليسن علماء قاركودنا طبان كان لوما وضا باهنا ان يرو بلو باهن يهي بيرا هدين ان شاء الله تعالى برتا ايو انو جوغا يا والله تعالى على وعلى بينه عقيدة ذن ده عق 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 عقيدة ده دي بإلالة نيسا أو إن شيء سخل ذن عقيدة يسوع أما سخل ذن أتكأمين تأي إلالة نيسا فائدته علم جن فائدة دي سمحين قاري علم ذا إني وينيت أك واحد شراء سوين بوجه هذا فائدة دفن جن فائدة دفن جن واحد قرصان معها خري واحد لو يدي شيخ بل لو يدي لو يدي شيخ يا أرضي جم تدقي وعيه قف كبل لو قان نور شيخ بل وشراء عدا يا بل لو قاه wuxuu ku jawaabi cida sharciga bilowga ku ihi waa cida luqada bilowga ku ah waxa ka dhigan tahay qofku haduu doonayo inuu fiqhi waqti ku bixiyo waxa way ka mid keenay maayo oo intu meel soo fariisto sidiisi u sharximaayo haduu luqada uu ka dhisnay
sidoo kale xadiiska ka midhikeyni maayo meel laba ka midhikeyni maayo qofka aan dee luqadda aan ka bislayn waayo marka la doonayo in wax la barto luqaddu ku qoran yahay baa horta la bartaa maalan haddii aan u baahdaano inaan kombyuutar barto goor ma fahmi karaa tee kombyuutarku luqad gaara ayaa sida ugu badan luqad buu inaga inagu soo gaadhaa luqaddeeda haddii luqaddiisa haddii aadan garanaynin bilowun baad ku ahaanaysaa wax kastood barato berri wadi laaweysa waayo luqaddii uu ku qornaabaa kaa maqantay oodan fahmaynin tiiba kaa maqan kolka waxay ka dhigan tahay culuumtan aan barta isleenahay luqadda ay ku qoran tahay culimo waa inaan fahanaa luqadda ay ku qoran tahay markaan fahanno oo qura markaynu fahanno ayaan odhanaynaa waxbaynu baranaynaa culimadeenna waa la weydiiyey sheekh ibnu cusaymiin allaha u naxariistee markuu ka hadlayay faa'iidada naxwaha ama uu naxwaha tilmaamayay wuxuu yidhi naxwuhu bilowga hore waa sacab aad buu u adag yahay buu yidhi dhammaadkiisana waa fudud yahay buu yidhi waxaa tusaale loogu soo qaatay guri yaroo ka dhisan caws oo kale ama qasab oo kale bahalkan qasabka ee aalaha la yidhaahayo kale ama caws oo kale ka dhisan oo kale albaabkiisuna uu bir yahay waa xadiid albaabku waa xadiid intiisa kaloo dhanna waa caws iyo daaq buu ka dhisan iyo qori buu ka dhisan yahay isku tiirtiirsan kolka albaabka laga soo gelayuunbaa adag haddaad albaabka ka soo gasho wax kastaaba wuu fududaanayaa laakiin haddaadan albaabka ka soo gelin waxay noqonaysaa albaabka haddii lagaa furo guduhu waa fuday haddii albaabka laakiin sida lagaaga furo ayaa adkaanaysa sidaynu dareenmayno imaamu shaafici wuxuu yidhi ahlulcarabiya dadka ahlucarabigiihi waa jinnulinsi insiga iyagaa jinu ah yubsiruuna waxay arkaan maa laa yubsiru naasu dadku waxayna arkaynin waxaynu odhanaynaa haddaba sida aan dareemayno faa'iidadiisu waa xifdu lisaan in carabka laga ilaaliyo can ilkhata'i gaf fi tilaawati kalaami illah ilaahay hadalkiisa marka la akhriyayo wa kalaami rasuuli iyo rasuulka kalaamkiisa walkalaami alcarabiya iyo hadalka carabiga mawduucaadka uu ka hadlayaana waa alkalimaad alcarabiya kelmadaha carabiga min xayu maa dhinacii kiyo laga ilaalinayo yacridu lahaa usoo banbaxayay fi lkalaami alcarabi kalaamka carabiga oo min icraabin icraabiya wa binaa'in binaa xaggee buu ka hadlaa naxwaha mawduucaadkiisu waa maxay waa alkalimaad alcarabiya baa la yidhi kelmadaha carabiga kelimooyinka ayuu ka hadlaa kiyo kelmadaha uu ka qiimaynayo kelmadda waxaa usoo banbaxayo icraabiya binaa fadluhu waa fawaqaanuhu inuu ka sarreeyo calaa saa'iri alculuum culuumta oo dhan binisba marka loo eegayo libaabihi baabkiisa culuumta oo dhan wuu ka sarreeyay xagga icraabka marka la eego fanni ku gaadhaya ma jiro wa ruwiya can cumar ibn alkhadaab waxaa laga wariyey qowluhu odhaahdiisii tacallamu laxna laxniga barta iyo walfaraa'ida iyo wasunana sunanta kama tatacallamuuna alqur'aan sida aad qur'aanka u baranaysiin cilmigan laxniga ka waramayeen naxwaha abarta nisbatuhu marka culuumta kale loo eego nisbatuhu nisbadiisa libaqiyati alculuum marka loo eego atabaayun waa kala duwanaansho iyo walmukhaalafa kala leexsanaansho tabaayun iyo mukhaalafa waa isku mid macna cilmi kale oo icraab ka hadlayo naxwo ah in la soo heli maayo sarfigu meel kale uu ka hadlaya balaaqadu meel kale ka hadlaysa xadiidku meel kale uu ka hadlaya waa atabaayun laba fanni oo isku mid yahay hadaba ma jiraan sidaa ogow oo isku meel ka hadlaya waayo awoodaa lumaya haddii kale dee waadicuhu ninkii koobaad ee qoray huwa abulaswad addu'ali nin la odhan jiray wey abulaswad du'ali ismuhu fannigan waxaa lagu magacaabaa cilmu naxwi istimdaaduhu barta laga soo dhimbiil qaatay huwa mustamadun waxaa laga dhimbiil qaatay min kalaami illaahi tacaala ilaahay kalaamkiisa wa kalaami rasuulihi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed kalaamkiisii wa kalaami bulagaa'i alcarab carabtii balaaqada taqaanay hadalkoogii xukmu shaarici fiihi sharcigu wuxuu ka qabo huwa waajibun kifaa'iyun waa waajib kifaa'iya waa waajib in cilmiga naxwaha la bartaa kama dakarahu siduu sheegay shaykhu lislaam ibnu taymiya siduu sheegay ummadda waa looga baahan yahay oo waajib ayuu noqonaya waayo shaykhu lislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi ina allugata alcarabiyata luqadda carabigu min addiin diintay ka mid tahay wa macrifatuhaa fardun wa waajib in la bartaana waa farad iyo waajib fa ina fahma alkitaabi kitaabka fahankiisa iyo wasunati fardun farad weeyaan walaa yufhamu labadaa lama fahmo ilaa bilugati alcarabiya luqadda carabigoo la barta mooyaane wamaa laa yatimu alwaajibu waajibku kuuna ku dhammaystirmaynin ilaa bihi in isaga lala yimaad mooye wax kale fahwa waajib isna waajib buu noqonaya waa shaykhu lislaam ibnu taymiya kelmadihiisii masaa'iluhu meelaha uu ka hadlayo hiya alqadaaya waa qadaayaadka allatii qadaayaadka yabxathu fiiha uu baxfiyayo sida alfaacilu marfuucun faacilku waa marfuuc oo kale walmudaafu xasba mawqicihi mudaafku waa kolba halkuu dhaco fi lkalaami kalaamka dhexdiisa walmudaafu ilayhi majruurun oo kale wa jamacaha tobankan qodob waxaa ururiyey binadmin gabayna ku ururiyey ashaykh axmed ibnu moxamed ibnu axmed ibnu yaxya abulcabaas almuqri atilmisaani ninkii la odhan jiray gabayganuu ku soo ururiyey muxuu yidhi من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضع تلا وواضع ونسبة وما استمن منه وفضله وحكم يعتمن واسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر للمنى وسائل وبعضهم منها على البعض اقتصر ومن يكن يدري جميعها انتصر و
wuxuu yidhi man raama ninka raadiya ama dalba fannan fanni uu ninka dalba waa nakiro fannigu dooni ha noqdo naxwa ha ahaado sarfi ha ahaado man raama fannan ninka fanni raadiya falyuqadim ha horreysiiya awalan marka hore cilman inuu u cilmi yeesho bixaddihi xadkiisii wa mawduucin iyo mawduucoo talaa raacay wa waaducin iyo ninkii qoray wa nisbatin iyo u nisbaynta culumta kale loo nisbaynayo iyo wa mastumidda minhu halka laga soo dhimbiil qaatay iyo wa fadlihi fadligiisa iyo wa xukmin xukun iyo cutamadu lagu tiirsanayo sharcigu wuxuu ka qabo iyo wasmin magaca fanniga uu leeyahay wamaa afaada iyo waxa uu faa'iidaynayo wal masaa'il iyo masaa'ilka uu ka hadlayo fatilka taasi cashru waa toban وسائل وسائل بي اوتاهي للمنا واحد دي ديلانيس وسائل واه واه وي وا سيستم او كلي اما طريق دي ادو ميل عمريس او كلي وي واه وسائل اوتاهي دي ديلادادي وبعضهم قاركودنا اقتصر و خو غابسداي منها 10 كان او كغا غابسداي على البعض قار كميدا قولا 10 لو ما ودا باهنه قيبون با لو باهن يحي ومن يكون نينكا اهادا يدري نين غرانيا جميعها غبي اهان ومن يكون نينكا اهادا yadri mid garanaya jamiicaha dhamaantood inta sare uu guuleysanaya 10 qofka bartaana uu guuleysan culimada qaar koodna 10 looma wada baahne in yaruba loo baahan yahay bay yiraahdeen insha Allahu ta'ala barta ayu inoogu joogaya wallahu ta'ala ala wa'ala.